صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طول عمري بحب أهرب دايما من نظرية المؤامرة، يعني أنا واحد مش مقتنع بنظرية المؤامرة، عمري ما حطيتها في دماغي، بس في مفارقة عجيبة يعني يمكن لاحظتها، باعتبار طبعا إنه امبارح زي ما كانوا بيقولوا كده عيد الأب. سيبك من انه محدش افتكره في بوست حتى على الفيسبوك، يعني احنا مش بنتكلم في هدايا، احنا بس بنتكلم في حاجات بسيطه جدا اللي هي كل سنه وانت طيب يا بابا. الكلمه دي ما بتتقالش، يعني انت متخيله؟ طب هديه؟ مفيش اي حاجه من الحاجات دي. نشيل ده كله على جنب. لما حبوا يختاروا بقى يوم يحتفلوا بيه بالاب، اختاروا امتى؟ اول يوم في الصيف 21 يونيو. لكن لما حبوا يختاروا يوم يحتفلوا بيه بعيد الام كان امتى؟ كان 21 مارس، اول ايام الربيع. اعتقد مقصود، يعني انا معاك في اول جزء انه فعلا يمكن ما كانش في ناس عارفه، اتفاجئنا كلنا على يعني ما احنا عارفين التاريخ ده، لكن بنتفاجئ كل سنه انه في عيد للاب، لانه الموضوع جديد علينا شويه، لسه مش متعودين عليه. لكن الناحيه الثانيه انه مختارين اول يوم في الصيف ده عيد للاب، يعني انا متهيألي انه في حساسيه شويه في الموضوع ده. هيفرق معاك ايه يعني؟ خلاص هو الربيع اتاخد، ان انا لو احتفلت هحتفل والدنيا حر. الربيع اتاخد، هتاخد خريف ولا شتاء؟ ما كده كده بقيه الفصول صعبه، يعني زي ما قلت لك ان في حساسيه شويه. المهم ان في عيد للاب، يعني دي حاجه كويسه، اخترناه يوم وبقى في عيد للاب. واذا كان على بوستات الفيسبوك، يعني متهيألي امبارح انتوا قمتوا بالواجب بزياده. خليني اقول لك على حاجه، احنا قمنا اللي هو احنا كنا بنطلب، صح؟ ده حقيقي. ده حقيقي. لا بصراحه انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده، لانه حقيقي انا شايفه انه يمكن مش ناس كتير اهتمت بالموضوع ده. وانا عرفت ان في عيد للاب من الرجاله اللي كاتبين على فيسبوك، انه ما حدش كتب لنا حاجه يعني. فبصراحه عندكم حق، انا شايفه ان الموضوع فيه ماركتنج للستات اكتر شويه، بيعرفوا يعملوا ماركتنج احسن. خلينا نصدق انا بسمعه ده. لا انا اقول اللي ليا واللي عليا، يعني كل اب بصراحه ليه دور مهم جدا ودور كبير جدا. لكن كنت حتى لسه بتكلم مع حد ان الستات يمكن عارفه تعمل ماركتنج كويس اكتر شويه، يعني حتى تلاقي البراندز او اي حاجه ليها علاقه بالاطفال بتخاطب السيدات، مش عشان هم المسؤولين عن الاطفال، ده جميل، مسؤولين بقى عن الشراء والحاجات اللطيفه بتاعت البيت، ده امر طبيعي. انما برضو ما نقدرش ننكر دور الاب، دور الاب واضح، هو السند، هو الحصن، هو الامان، ده كلام اعتقد انه لا خلاف عليه. بس انت لا طبعا، بس انت دلوقتي قلتي انه ما فيش اي حاجه، ولا في رمزيه ولا في دلاله، ان احنا اخترنا عيد الام انه يكون في الربيع، وعيد الاب انه يكون في عز الحر. يعني عيد الام ست الحبايب يا حبيبه، حتى شوفي الاغاني حتى اللي بيستخدموها في عيد الام، اغاني كلها جميله والجو بيكون جميل وكل حاجه لطيفه. لكن نيجي بقى عند الاب، انا مش قادر احدد مين اللي عمل الحركه دي، انا عايز اعرف مين هو. لا في اغاني للاب، في اغاني للاب. ده قالوا له ايه؟ قالوا له في اغاني الأب. بس اغاني يعني حزينه شويه. اغنيه مدحت صالح وانت السبب يابا يا اللي خليت بيا، حاجه كده. ده حقيقي، يعني بصراحه الاغاني حتى للاب يعني فيها شويه عتاب، شوية حتى إيه؟
عتاب. ما فيهاش اي حاجه. لا انا شايفه حاجه انه في دلوقتي بصراحه، خلينا نتكلم بصراحه، في احصائيه انا قريتها بيقول لك ان الميلينيالز او مواليد التسعينات وما فوق من الابهات بيشاركوا الستات اكتر في تربيه اولادهم ومسؤوليات البيت حتى بيقوموا بيها. حتى الابهات بصراحه لا بيشقوا، يعني خلينا نقول ان الراجل بصراحه بيطلع من الصبح لغايه بالليل بيقعد يشتغل، فدور الاب مهم جدا وبقى ليه دلوقتي دور كبير كمان في تربيه الاولاد. يعني حتى كنا الاول نلاقي ان البنات بس او الستات بس هم اللي بيودوا التمارين وهم اللي بيذاكروا. مظبوط. في الحقيقه انا بشوف دلوقتي عشان اقول ليا ولا عليا، بشوف نماذج كتيره جدا من الابهات بتعمل الدور ده بتقوم بيه على اكمل وجه، فهي ماركتنج زي ما قلت لك، أنا بشكرك موضوع تسويق. انا بشكرك طبعا على موقفك النبيل من الاباء، وزي ما انت قلتي حتى لو هو ما عملش كده فهو عنده دور اكبر من كده فعلا، ان هو السند، هو الحصن، هو يعني لما اكيد كلنا بنشوف اي حد والده بيتوفى بيكتب ايه، بيقول انا ظهري اتكسر، لان فعلا الاب هو السند. لو والدك لسه عايش زي ما بنقول كده حب على ايده، ارضيه، شوفه هو عايز يعمل ايه واعمله له بدون جدال او نقاش. ولو والدك توفى ربنا يرحمه ويصبرك ويقويك على فراقه. كل سنه وكل الاباء بالف خير. بنصبح لحضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. بنصبح لحضراتكم من جديد. وبمناسبه ما كنا بنقول انه يمكن في اباء كتير قوي بيقوموا بالمهام كلها او بيساعدوا كمان زوجاتهم، خليني اقول لكم فكره عيد الاب عامه جت منين او ابتدت امتى. في 1909 يا شازلي كان في اب في ولايه ميتشيغان في امريكا، زوجته توفت فهو قام بكل الادوار الاب والام من غير ما يتزوج مره تانية ومن غير ما يستعين بالعنصر النسائي في حياته، وهناك اطلقوا عليه كنوع من انواع يعني هديه ليه او تقدير ليه. طبعا لان هو انسان وفي ادي اول حاجه، وفي نفس الوقت قدر انه يتحمل ويشيل مسؤوليه الاطفال، مسؤوليه صعبه بالمناسبه، راجل قاعد 20 سنه شايل مسؤوليه عياله طبعا، واحنا عارفين المسؤوليه بتكون عامله ازاي، لكن برضه يظل السؤال قايم، ليه في عز الحر؟ هو ده السؤال. علشان نغيره شاذلي في الخريف، طيب نخليه امتى؟ ممكن. على كل خلونا نروح لمنى نصبح عليها طبعا وطمنا على حاله طقس كمان بالاضافه الى اسعار العملات وده. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت. صباح الخير عليك. الجو لطيف، الجو حر شويه بمناسبة عيد الأب لازم بس محبي الصيف مبسوطين. ممكن يكون حد من محبي الصيف كان عايز يكرم الأب فبيربطوه بالمناسبة اللي هو بيحبها. ربنا يسامحك، نطق في موضوع الصيف ده. ممكن محبي الفواكه الصيفية من السيدات محب الصيف مثلا يعني. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح عليك. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي على طول من القاهره، كوبري 15 مايو هيظهر معانا حالا، هنلاقي فيه سيوله مروريه نسبيه. الكورنيش هنلاقي فيه كثافه مروريه بسيطه بتزيد مع الوقت للمتجه لميدان التحرير، كمان هنلاقي بعض الكثافات للي مكمل لغايه المعادي وحلوان. لو بصينا على طريق الاوتوستراد في الاتجاه الجاي من مناطق التبين واتجاه مناطق المعادي هنلاقيه مغلق، وفي تحويل لحلقه المرور للاتجاه الناحيه الثانيه لمده 90 يوم وابتدت من امبارح، وده طبعا تزامنا مع القيام بتنفيذ اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع، مرورا على طريق الاوتوستراد بجوار القوميه للاسمنت. وكمان عارفين ان في المنطقه دي تنفيذ ورفع كفاءه طريق الاوتوستراد بالمنطقه المشار اليها. تعالوا نشوف مع بعض هنا منطقه مطلع المقطم. مطلع المقطم للمتجه لصلاح سالم مغلق لغايه منتصف اغسطس بمعرفه الاداره العامه للمرور تنفيذ اعمال التوسعه والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدايه من محور صلاح سالم والاوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وايابا، وده لمده بتنتهي في نص اغسطس اللي جاي. خلينا نروح لاتجاه كوبري اكتوبر لمنطقه الاسعاف ورمسيس، هنلاقي كثافه مروريه على طول كوبري اكتوبر زي ما احنا شايفين ولغايه نزله غمره والعباسيه. المتجه بقى لشارع بورسعيد، لشارع الشرابيه وحدائق القبه وكوبري السواح والاميريه والعكس، هيلاقي طبعا بعض الكثافات عند كوبري الزاويه الحمراء ومنطقه الويلي.
الناس بقى عايزين ياخدوا بالهم للي هيتجه ان في غلق جزئي بسبب اعمال توسعه للطريق اللي جاي من مناطق المرج في اتجاه السلام بالوصله من منزل الطريق الدائري في اتجاه شارع السادات ولغايه مطلع الطريق الدائري في اتجاه طريق جالاكسو. ده طبعا احنا عارفين ان هو لمده شهر. اللي هيكمل الطريق الدائري هيلاقي بعض الكثافات عند نزله اليوب ونزله المحور. خلينا مشاهدينا نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة. احنا عارفين ان الوقت ده بيشهد كثافات مرورية بسيطة بتزيد تدريجيا مع الوصول لساعات الذروة الصباحية. بنفكر حضراتكم ان في تحويلات مرورية لمدة 3 اسابيع لتنفيذ الاعمال الانشائية لكوبري سيارات مستحدث في شارع السودان بالجيزة عشان يربط محور الفريق كمال عامر بمحور صفت اللبن وشارع السودان، وده طبعا بيستلزم غلق كلي لشارع السودان بالاتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه اسفل كوبري ثروت. هنلاقي طبعا ان كمان في استمرار للغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للي جاي من محور اللبيني والمؤدي لاعلى طريق المنصوريه والطريق السياحي ولغايه يوم الخميس 23 الشهر ده، وده هياتي في اطار تنفيذ اعمال توسعه الطريق الدائري في المنطقه المحصوره بين طريق الاوتوستراد وطريق المنصوريه ضمن المشروعات القوميه للطرق اللي بتشرف على تنفيذها وزاره النقل. خلينا نكمل جولتنا ونشوف مع بعض محور 26 يوليو. احنا شايفين كثافات مرورية للمتجه لميدان لبنان، بتقل الكثافات دي لغاية نادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو، وفي ايضا تحويلات مرورية بسبب انشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد، وده بيستلزم غلق كلي لطريق البراجيل قدام حركة المرور تحديدا في الاتجاه اللي جاي من اسفل الطريق الدائري اتجاه منطقة كوبري المطار ومحور احمد عرابي. واحنا عارفين ان في المنطقة دي تم اجراء التحويلات المرورية لحركة سير المركبات اللي جاية من مناطق وسيم واسفل الطريق الدائري. لو بصينا بقى على محور صفت بنشهد كثافة مرورية بتزيد قبل اشارة جامعة القاهرة في المنطقة دي، وشارع الهرم طبعا هنلاقي ان الكثافات المرورية ابتدت تظهر في مناطق مشعل ولغاية شارع العشرين. لو بصينا بقى هنلاقي في كثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة وشارع فيصل بمناطق الطريق فيصل ولغاية الطوابق ولغاية شارع العشرين، وكمان الكثافات المرورية المتحركة هنلاقيها في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. خلينا بقى نروح لمحافظة الإسماعيلية للي رايح المحافظة من خلال الطريق الصحراوي، في سيولة مرورية كبيرة هتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة للمتجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعيلية. الطريق كويس جدا لكن هنلاقي بعض الكثافات عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق. لو بصينا بقى جوه شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية، أما طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم هنلاقي فيه سيولة مرورية إلا بعض الكثافات المتحركة مش هتكون بتأثر على الحركة. احنا شايفين الخريطة كلها مكسوبة بالأخضر. أما بقى اللي هيروح ليه بورسعيد هنلاقي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، إجمالا المنطقة دي كلها ما فيهاش أي تكتلات مرورية. خلينا بقى نتحول من منطقة القناة لجنوب سيناء ونكمل مع بعض محافظة سوهاج لجنوب الصعيد عفوا، ونشوف مع بعض محافظة سوهاج. هنبتدي فيها محطة قطر سوهاج. احنا شايفين محطة القطر بتشهد دايما كثافات نسبية، لو كملنا بعدها ومشينا بعدها هنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طرف العارف طريق العارف بعدد من الطرق الرئيسية، في كمان بعض الكثافات المرورية اعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامع هنلاقي فيه كثافات نسبية. هنلاقي كمان كثافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج وكثافات مرورية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. لو بصينا بقى على طريق المنشية وطريق أخميم جرجة بنلاقي برضو سيولة مرورية في الاتجاهين للي جاي لمدينة سوهاج أو العكس، وأخيرا طريق أسوان الزراعي الغربي احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة ومفيش أي مشكلة فيه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية.
الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه 71 قرش للشراء، 18 جنيه 78 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 75 قرش للشراء، 19 جنيه 83 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 27 قرش للشراء، 23 جنيه 7 قروش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 34 قرش للشراء، 19 جنيه 43 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 79 قرش للشراء، 2 جنيه 80 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 4 جنيه 98 قرش للشراء، 5 جنيه للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 60 جنيه 85 قرش للشراء، 61 جنيه 26 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي فبيسجل 5 جنيه و9 قروش للشراء، 5 جنيه و11 قرش للبيع. وخلينا دلوقتي نتحول لأسعار الذهب. عيار 18 سعر الجرام بيسجل 863 جنيه، عيار 21 بيسجل 1006 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1149 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 8046 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط رياح أحيانا بالليل على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 39 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في دمياط 28 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل. بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي معاكم باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح في قصر الاتحاديه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، واكد سيادته على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه امن الخليج كامتداد للامن القومي المصري، ورفض اي ممارسات تسعى الى زعزعه استقراره. كمان أشاد سيادة الرئيس بالتطور الكبير والنوعي اللي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. كمان امبارح ودع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر، واللي تم فيها بحث سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري. تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة نتابعها في هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر، حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية
عقبتها جلسة موسعة شملت وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث رحب السيد الرئيس بصاحب السمو وبلغ تحياته إلى الملك سلمان متمنيا له دوام الصحة والعافية، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في نهاية زيارته العزيزة إلى مصر، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان مغادرا بلده الثاني مصر. امبارح كمان صدر بيان مصري سعودي مشترك أكد على الاعتزام الدولتين بزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، كمان تضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة في العديد من القطاعات، وده بهدف نقل الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية. سيادة الرئيس امبارح وجه كلمة عبر الفيديو كونفرنس إلى الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وقال سيادة الرئيس إن التحديات الحالية اللي بتواجه القارة الأفريقية تدفعنا لتعزيز التكاتف المشترك بين دول القارة وطرح المبادرات اللي بتقدم حلول فعالة ومبتكرة لتحقق تطلعات الشعوب الأفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الإفريقية التي تثبت يوما بعد يوم منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 أنها محفل إفريقي فعال وجامع نناقش فيه معا مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين. ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية، لا سيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان. وأود في هذا السياق تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حاليا، لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي
من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الإفريقية، فضلاً عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وإن التركيز على زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي هذا العام إنما يعكس مدى الاهتمام الذي تليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسؤولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الإفريقية. في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار، وما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية. السيدات والسادة، إنه من الضروري كذلك في خضم تلك الأزمات المتوالية ألا ننسى التحديات الأخرى التي ما زلنا نواجهها في قارتنا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلاً عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. إن تلك التحديات تدفعنا لتعزيز التكاتف الإفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة تتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية والتي ينبغي علينا المضي قدما نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة. وفي هذا الإطار حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة خاصة منطقة الساحل من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الإفريقية، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجددا. السيدات والسادة، يتزامن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى مع قرب استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث ستمثل مناقشاتكم خلال اليومين القادمين فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي يطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في إفريقيا، لا سيما أن قارتنا تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية خاصة فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه قارتنا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له وتعزيز القدرة على الصمود والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال في جهود بناء السلام وضمان استدامته. السيدات والسادة، لعل انعقاد منتدى أسوان هذا العام يوفر فرصة مهمة
للاستمرار في إيصال صوت القارة الإفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي، والدفع نحو أن تظل قضاياها تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات المجتمع الدولي في توقيت دولي بالغ التعقيد تتبدل فيه الأولويات والانشغالات ارتباطا بالمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها واقعنا اليوم، والذي لا ينبغي أن يتراجع فيه الاهتمام بقضايا قارتنا، وضرورة التكاتف من أجل أن تظل حاضرة على مختلف الأصعدة الدولية. ولا يفوتني كذلك التأكيد على أن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن في إفريقيا، فضلا عن الاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم نحو صنع مستقبل دولنا، يظل ركيزة أساسية ينبغي التمسك بها في مجابهة الأزمات المتلاحقة والتحديات المتشابكة، فهم أكثر الفئات تأثرا بها والأقدر على دعم استراتيجياتنا للأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة. وختاما، فإنه على الرغم من الجهد الحقيقي المبذول والإنجازات التي حققناها معا في إفريقيا خلال الفترة الماضية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم تظل تؤكد على أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق آمال شعوبنا، وهو ما يتطلب منا جميعا التكاتف ومواصلة العمل دون كلل مع التحلي بالمسؤولية وبعزيمة صلبة لا نحد بها عن الهدف، وإيمان راسخ بأننا قادرون معا على تخطي تلك الصعاب نحو مستقبل أفضل لقارتنا الإفريقية. وأنني على ثقة فأن مداولاتكم خلال أعمال المنتدى سوف تشكل إسهاما رفيعا ومقدرا نحو صياغة وبلورة رؤى محددة تعزز جهودنا المشتركة وتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع، معربا عن تطلعي إلى نتائج تلك المداولات عقب انتهاء أعمال المنتدى. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلية الفنية العسكرية وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك. البروتوكول بيستهدف تبادل الخبرات لخدمة المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين، وكمان تبادل المعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المشتركة. ده في إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة في الخدمة المجتمعية وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين في شتى المجالات. مشاهدينا، نستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد. مع بعض يلا نشوف احوال الجويه والطقس. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده يكون في استقرار في الاحوال الجويه، والجو يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيكون مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الأنحاء، وكمان النهاردة هيكون في نشاط رياح أحياناً في المساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية. خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. دكتورة منار، يومين دول في استقرار في الأحوال الجوية لغاية دلوقتي؟ بالفعل، يمكن احنا لسه درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها مثل هذا الوقت من العام، بنحس بالاجواء نقدر نقول لطيفه خلال فترات النهار وخلال فترات الليل. كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط فيها كميات من الرطوبه، يعني هي زادت كميات الرطوبه في الجو، بالاضافه كمان ان في امتداد لمنخفض جوي الطبقات الجو العليا. العوامل دي هتجعل الاجواء مستقره تماما خلال فترات النهار،
واحساسنا بالطقس خلال فتره النهار ان هو حر على القاهره الكبرى، محافظات الوسط البحري، محافظات شمال الصعيد، مائل الحراره على المحافظات المطله على البحر المتوسط، شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد طبعا خلال فترات النهار، بالاضافه ان احنا كمان خلال فترات المساء بنشهد نشاط للرياح، نشاط رياح ده سرعاته ما بين 30 لل 40 كيلومتر على الساعه، ده بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه في الجو، فبالتالي بنحس بالاجواء المعتدله تماما بعد فترات الظهيره، وبيستمر معانا كمان فترات المساء وفترات الليل كمان خلال ساعات الليل، عشان كده احنا في ساعات الليل بنحس بالاجواء المعتدله تماما على كافه انحاء الجمهوريه. متوقع من غدا يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، وهيبقى ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحراره بحوالي من درجتين. بس ده طبيعي، احنا رسميا فصل الصيف ابتدى امبارح ولغايه دلوقتي الجو معقول يعني. بالظبط، يمكن احنا رغم بدايه فصل الصيف ان احنا حاسين بالاجواء يعني المستقره خلال فترات النهار، ارتفاع درجات الحراره طبيعي جدا وهيكون ارتفاع طفيف كمان، يعني احنا متوسط درجات الحراره في ذروه الارتفاع اللي هيكون جمعه وسبت 36 درجه مئويه على القاهره الكبرى، مع نسب الرطوبه الموجوده في الجو وكمان تعرض المباشر لاشعه الشمس يمكن نحس بيها اعلى من القيم دي، لكن دي الاجواء الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها واللي المفروض نتعود عليها لمده 3 شهور قادمين باذن الله. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. مشاهدينا خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة بتسجل 34، والصغرى 22، الإسكندرية 29، 22، مطروح 29، 20، سيوة 35، 20، بورسعيد 29، 23، دمياط 28، 22، الإسماعيلية 34، 21، والسويس 34، 21. العريش العظمى فيها 30 والصغرى 21، طابة 34، 21، كاترين 30، 15، شرم الشيخ 36، 26، الغردقة 36، 27، والفيوم 34، 23، بني سويف 34، 23، والمنيا 35، 24. أسيوط العظمى فيها 35 والصغرى 24، سوهاج 36، 25، قنا 37، 26، الأقصر 38، 26، أسوان 38، 26، الوادي الجديد 37، 25، شلاتين 34، 25، أما حلايب العظمى فيها 32 والصغرى 26. وبكده مشاهدينا الطقس النهاردة يكون مستقر إن شاء الله. خلينا نرجع على طول لشاذلي وباسنت نستكمل باقي فقراتنا. تفضل. شكرا ليك. شكرا يا منى. في مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح زي ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية، وكمان التأكيد على أن الملف الاقتصادي بيمثل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة. كمان تابع رئيس الوزراء امبارح تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس بإقامة أسواق مطورة للجملة بالمحافظات، غير توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7 مليار و700 مليون دولار. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية واللي أكد فيه على إنه الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بيحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع تابع فيه تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة أسواق مطورة للجملة في المحافظات، وده لتوفير مختلف أنواع الخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة. برضه امبارح كان في اجتماع آخر عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، وقال مدبولي إنه هيتم إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة تتولى الإدارة والتشغيل لمرافق العاصمة وفق اتفاق مع الوزارات المعنية، وده هيساهم في تحسين الخدمة المقدمة للسكان وكمان هيحافظ على الاستثمارات اللي تم إنفاقها. امبارح التقى الدكتور مدبولي مع محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور العالمية، وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع شركة أكوا باور، ووجه التهنئة للشركة على توقيع عقد إنشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكمان وجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الشركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وقال إن مصر جاهزة ومؤهلة من كل النواحي علشان تكون مركز لإنتاج وتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر.
كمان امبارح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شهدت توقيع 14 اتفاقية في عدد من مجالات الاستثمار بين مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في مصر وفي السعودية بقيمة 7.7 مليار دولار، وده في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية. خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم جولة في المحافظات واللي حصل فيها أخبار كتيرة مهمة امبارح، زي الإعلان عن تنفيذ 19 مشروع خدمي وتنموي في الشرقية، وإنشاء مركز لذوي الهمم في الجامعة في طنطا، وطرح سكوك الأضاحي. كل سنة حضراتكم طيبين بالتقسيط في المنيا بمناسبة عيد الأضحى، وأخبار تانية كتير من أسوان وأسيوط هنشوفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح. في الشرقية بيتم تنفيذ 19 مشروع خدمي وتنموي بمركز ومدينة أولاد صقر بقطاعات الصرف الصحي والصحة والطرق والأبنية التعليمية، والمشروعات دي بتكلفة مالية حوالي 1.341 مليار جنيه. امبارح أعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إن المستشفى الجامعي أجرى حوالي 5139 عملية متنوعة بمختلف الأقسام، وده طبقاً لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات خلال الثلاث شهور بداية من أول يناير ولحد نهاية شهر مارس 2022. في المنيا أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خدمة التقسيط لسكوك الأضاحي اللي تم طرحها السنة دي علشان توزيع كمية أكبر من اللحوم وإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع وعزب محافظة المنيا، وده في إطار توجيهات سيادة الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً. كمان امبارح شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطرق ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة دانا والمحروسة، واللي بتعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة اللي بيتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء. وقال المحافظ إن نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة وصلت 95%. في جامعة طنطا تم عقد اجتماع لمناقشة وبحث بروتوكول التعاون اللي هيتم توقيعه بين الجامعة وهيئة أمدست بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء مركز لخدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة. كمان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرر صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي بحد أدنى 500 جنيه، وده مراعاة للفئات أصحاب الأساسي المنخفض مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أما بالنسبة للأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، فهيكون في خبر حلو جدا للموظفين العاملين في الدولة. النهاردة هيصدر قرار ترقية للموظفين اللي أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. كمان جامعة القاهرة هتنظم مؤتمر دولي عن تحديات العمران المصري، ده غير إنه النهاردة في ثلاث مباريات مهمة في الجولة 22 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيصدر قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلا أتموا المدد البينية اللازمة للترقية للمستويات الوظيفية الأعلى، وهيتم إتاحة موقع إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه. كمان النهاردة هتستضيف كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي للكلية بعنوان التخطيط الاحتوائي والعمران المرن. المؤتمر هيقدم أبحاث علمية وأفكار بتقدم حلول مبتكرة قبل للتطبيق من خلال 41 بحث ما بين نشر دولي ونشر محلي. النهاردة برضو هتنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ملتقى التوظيف لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية بمشاركة 23 شركة ومؤسسة تعمل في مجال السياحة والفنادق والمطاعم، وده هيكون في قاعة المتحف بمقر الكلية. الملتقى هدفه إنه يعرف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة في سوق العمل وتقديم فرص للتدريب ورفع كفاءة الطلاب في سوق العمل السياحي.
لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 22 من عمر المسابقة. هيلتقي إسترن كامباني مع بيراميدز الساعة 7 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، والساعة 9:30 بالليل هيلتقي الأهلي مع غزل المحلة. امبارح كمان تم افتتاح ملتقى عالم الفن المطلق في قاعة زياد بكير بالأوبرا، والملتقى ده بيضم معرض ل 66 عمل فني من إنتاج مجموعة من المواهب الشابة من طلبة كليات فنون جميلة وتربية فنية. خلونا نشوف التقرير. أنا لسه شايف نص المعرض. أنا بشكرهم جدا يعني بدعوتي النهارده لافتتاح المعرض كسفير الفنون والثقافه، مش بس المطرب او الفنان سامح يسري، وده دور السحر وتاثير القوى الناعمه الايجابي من خلال ان احنا بنتواصل مع بعض دايما وبنشوف المواهب، بنشوف الطلبه اللي بيدرسوا بجد بشكل اكاديمي وبشكل احترافي عشان بعد كده يبقوا نماذج واعده جدا جدا. كل رسوماتهم قد ايه فيها افكار خاصه جدا واحلام خاصه جدا ورؤى خاصه جدا باستخدامات جديده حسب طبعا دراستهم، بس في فعلا موهوبين جدا وعاملين حاجات خارج المألوف. يعني مبسوط جدا ان انا في الملتقى الفني الجميل ده، لوحاتي العظيمة دي والشباب الجميلة اللي أنا بصراحة اندهشت جدا إن كل اللوحات اللي موجودة دي من سن بسم الله ما شاء الله يعني من 18 سنة لحد 22 سنة وعاملين الفن الجميل العظيم ده. أنا مش هقول إن أنا يعني عبقري فنون تشكيلية، بس كل لوحة كان كنت أنا أقول اللي أنا شايفه كانت تقول لي صح، وهي تضيف كمان وجهة نظرها اللي هي عاملاها في قلب اللوحة بتاعتها. معرض الفن المطلق بيعرض فنون مختلفة بأساليب مختلفة. أنا لوحدي مثلا بألوان أكريليك، في ألوان، في رسومات مختلفة بخامات تانية مختلفة، متنوع يعني، فدي فايدة المعرض. كل لوحة ليها معنى وليها موضوع مختلف. ملتقى عالم الفن المطلق ده يعتبر المعرض الثامن للمجموعة. دكتور وفاء طبعا هي المنظمة، اللي موجودين كلهم من الشباب الصغيرين في السن مع الكبار، مع خبرات مختلفة، مع تخصصات مختلفة. عدد الفنانين ممكن يوصل لأكثر من 80 فنان موجودين معنا هنا. احنا مجموعة بنتنقل مع الملتقى في الأماكن الأثرية، ده الهدف بتاعهم ان هو ينشر أعمال الشباب في المناطق الأثرية. في مشاهير كتيرة وفي فنانين كتيرة شاركوا في المعرض وهم افتتحوا المعرض، ومش فاكرة الاسم كلهم صراحة، فيعني مبسوطة ان هو مشاركوا معانا. شاركت بنسيج طبيعة، عملت شاركت في حاجات كتير يعني، حطيت فيها حاجات كتيرة قوي من الطبيعة زي الخشب والزلط مع النسيج، وكمان اشتغلت كروشيه عشان ابين الورق الشجر، هي دي طبيعه. كتير من الناس بيستسهلوا وياخدوا فيتامينات او مكملات غذائيه من غير ما يكون في سبب طبي لده او من غير حتى استشاره الطبيب. ده في الحقيقه خطر كبير جدا، ممكن تتحول الفيتامينات دي الى مشكله صحيه وتاثر كمان على الجهاز المناعي وكمان تاثر على الجهاز الهضمي. تعالوا نشوف اخر الدراسات الطبيه اللي قالت ايه في موضوع الافراط في تناول المكملات الغذائيه والفيتامينات. الإفراط في تناول المكملات الغذائية والفيتامينات ممكن يؤدي لحصول مخاطر صحية متعددة، وبالتالي ممكن تفقد فوائدها على صحتك وجهازك المناعي بشكل عام، وده اللي أكدته الدراسات الطبية المتخصصة بعد تفنيدها لعدد كبير من الأضرار زي مثلاً اضطراب الجهاز الهضمي. أوضحت الدراسات العلمية إن الإفراط في تناول عدد كبير من أقراص فيتامين سي أو الزنك ممكن يؤدي لحصول اضطرابات في المعدة مصاحبة لتشنجات، بالإضافة لأعراض مختلفة زي القيء والغثيان. وجه في الدراسات الطبية أيضاً إنه من مخاطر الإفراط في تناول مضادات الأكسدة التسبب في تلف بصيلات الشعر خصوصاً عند السيدات.
الأعصاب الخفيف ممكن يحصل برضو نتيجة تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ده غير الإفراط في تناول حمض الفوليك وفيتامين دي اللي ممكن بسببه يحصل مشاكل في القلب خطيرة، خصوصاً لو قامت الأمهات الحوامل في الإفراط في استخدامه. وهنا الدراسات وضحت إنه لازم السيدة الحامل تمشي على تعليمات الدكتور اللي بتتابع معاه وتلتزم بالجرعة اللي تم تحديدها ليها بالظبط. أيضاً ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم ممكن يسبب أعراض مزعجة وخطيرة زي ضيق في الجهاز الهضمي، تعب ودوخة وارتباك وعطش شديد. والمفروض يكون المعدل الطبيعي للكالسيوم في الدم من 8.5 لـ 10.2 ميلي جرام. غير كده لازم ترجع للطبيب علشان يتم فحصك وما تتعرضش لأي أثار جانبية. الدراسات العلمية المتخصصة كان ليها بعض النصايح الإضافية في مسألة ضوابط استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية، وملخصها إن استخدامها لازم يكون من خلال استشارة طبية، خصوصاً إن تناولها بدون استشارة طبيب هو أمر كارثي وبيسبب أمراض سرطانية مختلفة نتيجة احتوائها على مواد كيميائية ممكن بسببها تتراكم السموم في الجسم. شادينا موجز لأهم وآخر الأنباء مع منا، تفضل يا منا. شكرا لك باسنت. 8:00 بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوداع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر والتي استمرت لمدة يومين. وخلال مباحثاته مع ولي عهد السعودية أشاد الرئيس السيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات. من جانبه بعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى الرئيس السيسي إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية له، وأعرب بن سلمان في البرقية عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقاه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي عقب استقباله بقصر الاتحادية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع الملك سلمان وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. هذا وتطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفه الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين أصبح محفلاً أفريقياً فعالاً وجامعاً لبحث مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، وبلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة. وخلال كلمته أمام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أضاف رئيس السيسي أن الدورة الحالية من المنتدى تنعقد في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة وخاصة على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. عقدت بمقر وزارة الخارجية الجولة 10 من المشاورات السياسية بين مصر والمكسيك، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبحث سبل دفع التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المكسيكية بمصر في ضوء النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأخيرة، فضلا عن تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت بنسبة 2.2 مليار دولار خلال العام الحالي ووصلت إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل هذا الرقم ثلث احتياطيات قبل 3 أعوام. وأضاف سلامة أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئة أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. قتل 15 شخصا من بينهم طفل في قصف روسي على منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا. وقال حاكم خاركييف إن القتلى والجرحى سقطوا في 4 حوادث منفصلة، موضحا أن القوات الروسية أطلقت نيران على بلدة شوغيف الواقعة على مسافة 30 كيلومترا جنوب شرق مدينة خاركييف، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين. أعد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون يفرض قيودا محدودة على حيازة الأسلحة النارية في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، على الرغم من أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال. وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر إن هذا النص المدعوم من أعضاء الحزبين يمثل تقدما وسينقذ أرواحا. يستضيف الأهلي فريق غزل المحلة 9 مساء اليوم في الجولة 22 من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في 7 مساء اليوم، بينما يلتقي بيراميدز مع إيسترن كومباني. ويذكر أن الزمالك يعتلي صدارة البطولة برصيد 45 نقطة، ويحل بيراميدز ثانيا، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، ويتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة. ختام موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. في الحقيقة من 7000 سنة ولغاية النهاردة المصري القديم أو الفراعنة دايما بيبهرنا لغاية النهاردة. يعني امبارح مع بداية الانقلاب الصيفي كان في ظاهرة فلكية فريدة وبتأكد براعة المصري القديم زي ما قلت لحضراتكم، اللي نجح في التعامل وتوظيف واستخدام أشعة الشمس عشان تتعامد على معابد مصرية. هيكلمنا عن الظاهرة دي أكتر الدكتور أحمد عوض الباحث في الظواهر الفلكية والأثرية اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني في البداية زي ما قلت في الانترو ان يعني احنا بنشوف كده حاجات غريبة من 7000 سنة، بنشوف قد ايه كانوا متقدمين. ازاي قدر المصري القديم ان هو يعرف اشعة الشمس دي هتظهر ازاي على المعابد؟ ولكن في البداية حابة اعرف ايه هي اصلا المعابد اللي هتتعامد عليها الشمس، وايه المحافظات اللي فيها المعابد دي؟ خلينا نقول بداية على المعابد اللي هيتم أو تم فيها الظاهرة بالأمس، وهي معبد رمسيس الثالث في الأقصر الكرنك، عندنا معبد هيبس في الخارجة، عندنا معبد دندرة، وعندنا معبد إف، وده يمكن أهم أو الأهم مشهد نقدر نشوفه هنلاقي في معبد إف، وعندنا معبد السيت الأول في أبيدوس. خليني أبتدي أشرح في البداية. المصري القديم كان بيتعامل مع هذه الظواهر بأي مفهوم. المفهوم السائد في مصر القديمة على مدار الفترة الحضارية الطويلة اللي ظهرت فيها العبقرية في مصر القديم كانت بتقدس مسار الشمس في 3 نقاط، نقطة الشروق أو في 3 مواقيت، مواقيت الشروق والظهيرة
والغروب. واحنا بنعرف ده من خلال النصوص الأثرية اللي موجودة بالفعل في المعابد وأشهرها معبد إدفو زي ما أنا أشرت قبل. أهم مشهد اللي احنا بنشوفه في معبد إدفو وهو سقوط أو تعامد أشعة الشمس من خلال ثلاثة فتحات في سقف قدس أقداس المعبد على الناووس الرئيسي للمعبد اللي كان بيتحط فيه تمثال المعبود، وعلى المحفة أو مش المنصة اللي كان بيبقى موضوع عليها القارب المقدس للمعبود، وعلى المنصة الخاصة بتقديم القرابين. وده المشهد بالكامل بيقع داخل قدس أقداس المعبد. الزاوية اللي بتسقط عليه منها الشمس بتكون أقرب إلى 90 درجة، يعني في حدود 89 وبضعة يعني درجات من 10، وبالتالي فهي بتكون تعامد يعني صحيح من ناحية الفلكية والهندسية. عظيم. حدوث هذه الظاهرة في بداية الصيف والشتاء دكتور بيؤكد بأن مصر القديم كان على دراية تامة بعلم الفلك. قطعا مصر القديمة هي الرائدة في العلوم الفلك في جميع الحضارات الإنسانية. أنا عايز أقول بجانب الظاهرة المتعلقة بشمس الظهيرة بالأمس في وقت الانقلاب الصيفي، احنا عندنا ظاهرة بالأمس برضو أخرى وهي ظاهرة الغروب على معبد أو على المحور الرئيسي لمعبد الكرمة. المدهش هنا وده نقول فيه قمة العبقرية والحرفية مش بس زي ما بقول لحضرتك الفلكية ولكن الهندسية، تصل إلى درجة الإعجاز بدون أي مبالغة، وهي أن الشمس بالأمس تغرب على موقع يعني وادي الملوك حيث مقابر ملوك مصر القديمة في مواجهة المحور الرئيسي لمعبد الكرمة، ودي ليها دلالة دينية عند مصر القديم بالغة الأهمية، لأن احنا بنلاقي النصوص في السائدة في فترة الدولة الحديثة اللي هي اللي أقيمت فيها مقابر وادي الملوك بنلاقي صلوات وابتهالات من المتوفى إلى الشمس في طور الغروب. بمعنى هنا أن أشعة الشمس وكأنها تصل من موقع الوادي الملوك تصل بهم إلى المحور الرئيسي لمعبد الكرنك اللي بيمثل النقطة التي خلق في عقيدة المصري القديم التي مزخت منها الشمس في بداية خلق الكون. وهنا يبقى عندنا الشمس بتشرق على محور الكرنك في الانقلاب الشتوي 21 شهر ديسمبر، وبتغرب في مواجهته عند وادي الملوك أو في واقع وادي الملوك في الانقلاب الصيفي 21 شهر يونيو. المشهد ده كمان بيحدث مرة أخرى على معبد الملك أمنحتب الثالث غرب الأقصر، فنلاقي إنه لو إحنا نقول إن المعبد دلوقتي بشكل مهدم والمشهد الرئيسي فيه هما تمثالين المعروفين بتمثالين ممنون، فنلاقي إن الشمس بتشرق في مواجهتهم في وقت الانقلاب الشتوي وبتغرب في ظهيرتهم على نفس محور المعبد في وقت الانقلاب الصيفي. واحنا يعني صورنا ووثقنا هذا المشهد الفلكي او هذه الظواهر الفلكيه في اكثر من يعني مره. وبالتالي انا عايز هنا كمان ابقى بضع صوره اخرى ان النصوص في مصر القديمه النصوص الاثريه خاصة النص الموجود في القاعة الأزورية في معبد دندرة بتؤكد وجود هذه الظواهر، بمعنى أن النص هنا في هذه المقصورة
من خلال الفتحة اللي بتسقط منها الأشعة متعامدة لتنير داخل هذه المقصورة في معبد دندرة، بتذكر نصا أن أشعة الشمس تتخلل مومياء أوزير أو المومياء المعبود أوزير المعروف أيضا بأوزوريس لتهب له الحياة في ثلاثة أوقات، وهي الشروق والظهيرة والغروب. طيب إيه أصعب معبد قابلكم في رصد هذه الظاهرة يا فندم؟ في الظواهر اللي ليها علاقة بشمس الظهيرة ما كانش فيه صعوبة في الرصد الفلكي، إنما اللي كان بتقابلنا أو بتقابلني صعوبة في الرصد الفلكي في التوثيق كان بعض الظواهر اللي ليها علاقة أو بشروق الشمس، في بس مجرد بعد الموقع الأثري، يعني من ضمنها مثلا معبد كلبشة كان في وسط النيل، فكان لازم احنا نبقى موجودين مع وجود التصاريح، مع وجود المفتش للآثار معانا، واحنا بنرصد بنعبر بقى النيل ونروح المعبد قبل الفجر، يعني قبل شروق الشمس، ونرصد ونوثق الظواهر على المعبد ده. وده رغم ان معبد كلبشة كان مش ده الموقع الاصلي بتاعه، وده احنا بناخده في الاعتبار، يعني في البحث العلمي اللي بنقدمه بناخد ده في الاعتبار وبنقدم الموقع الاصلي ليه والرجوع الى الاصل المكان. عظيم، تفوق للمصري القديم زي ما حضرتك قلت في الهندسه وايضا في علوم الفلك، كان عنده مراصد فلكيه كتير جدا متنوعه في الشمال والجنوب، ازاي نقدر نستخدم كل ده في خدمه العلم وفي دعم السياحه ايضا؟ يعني خليني أقدم هنا اقتراح أرجو أن هو يتم تفعيله بشكل سنوي، وهو إقامة مؤتمر علمي سنويا تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مختص بعلم الفلك الأثري. خلينا نقول نقطة مهمة جدا، أن علم الفلك الأثري رغم حداثته في المجال العلمي ولكنه بياخد اهتمام بالغ على المستوى العالمي. طيب الدليل على كده ان منظمه اليونسكو فتحت بوابه للتراث الفلكي للانسانيه، بمعنى ان مش بس بتوثق التراث الفلكي على مستوى يعني العالم القديم، لا حتى بالنسبه يعني المباني اللي تعتبر حديثه بشكل ما في القرن ال 18 وال 19 وما قبلها، وبالتالي فهو يعني مصدر مهم جدا للتوثيق مش بس في علم الحضاره، ولكنه كمان في التطبيق في عمليه السياحه. انا نذكر هنا كان مشهد، يعني مشهد كان واضح فيه ان بعض او شركه من الشركات السياحيه الناشئه وكانت قدرت ان هي تعمل تسويق في احدى السنوات لظاهره تعامد الشمس على معبد الدير البحري، وقدرت تجيب بالفعل افواج، يعني افواج سياحيه لتشاهد هذه الظاهره، وتم التصوير، يعني التصوير والتوثيق الزياره، واحنا بنشوف دايما يا دكتور احمد مدى اقبال السياح على متابعه هذه الظاهره سنويا. طبعا، لان الحدث في حد ذاته هو عمليه تطوير للمنتج كمان السياحي، لان هنا ده اللي احنا فعلا محتاجينه الفتره اللي جايه، يعني يمكن تسويق اكتر والتركيز على مثل هذه الظواهر. يعني في الحقيقه من 7000 سنه لغايه النهارده احنا بننبهر كل يوم اكتر واكتر في تقدم المصري القديم، وحتى يعني اصراره على انه دايما نبقى في حاجه كده بتبهر العالم كله مش بس مصر. كل الشكر لحضرتك الدكتور احمد عوض، الباحث في الظواهر الفلكيه والاثريه، وجهود كبيره في الحقيقه بتقوموا بيها، بنحييكم عليها. كل الشكر ليك يا فندم. دلوقتي ميعادنا مع جوله في الملاعب الرياضيه مع من؟ اتفضلي من. شكرا ليك شاذلي، اهلا بكل مشاهدينا من جديد. ميعادنا دلوقتي مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه.
اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتش وان. نبتدي أخبارنا على طول مع الزمالك والبرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك اللي كشف عن قائمة الفريق اللي هتستعد لمواجهة البنك الأهلي النهاردة في الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز. القائمة شهدت استبعاد محمد أبو جبل وحازم إمام والمثلوثي، وتم استبعاد محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، وطبعا مع عدا التونسي سيف الدين الجزيري والإيفواري رزاق سيسي. والجهاز الطبي في فريق النادي الأهلي كشف عن إصابات الفريق قبل مباراة غزل المحلة اللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وقالوا إن الأشعة اللي أجراها أحمد عبد القادر لاعب الفريق أثبتت تعرضه لمزق في منشأ العضلة الأمامية ومحتاج لفترة علاج هتوصل لثلاث أسابيع. قالوا كمان إن علي معلول لاعب الفريق اتعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية الشمال ومحتاج هو كمان فترة علاج هتتراوح ما بين أسبوع لعشر أيام. سلامات. ومن ناحية تانية اختتمت لاعبي فريق نادي غزل المحلة تحت قيادة المدير الفني مصطفى عبدو استعداداتهم على استاد المحلة امبارح قبل ما يتوجهوا للقاهرة لخوض لقاء الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز النهاردة. وفريق الإسماعيلي خسر من طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي اتلعبت امبارح على ملعب جهاز الرياضة في القاهرة. الإسماعيلي بيستعد في الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة يوم 28 يونيو ضمن منافسات الدوري العام. خلينا بقى نتحول للسكواش. رابطة اللاعبين المحترفين PSA للسكواش اختارت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى على العالم سيدات كأفضل لاعبة سكواش في الموسم ده، وده بعد حفاظها على صدارة التصنيف العالمي وتتويجها بعدد كبير من البطولات. نوران جوهر حصلت على نسبة 34% من المركز الأول، وجت نور الشربيني المصنفة الثانية على العالم في المركز الثاني بنسبة 32%، وفي المركز الثالث هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة بنسبة 31%. نتحول بقى للساحرة المستديرة ونشوف أخبار النوادي عالميا. نادي انتر ميلان الإيطالي أعلن عن تجديد عقد سيموني إنزاجي مدير الفني للنيراتسو لحد شهر يونيو 2024، ونشر الإنتر على موقعه الرسمي صور لتجديد عقد إنزاجي مع الفريق خلال جلسة جمعته مع ستيفنز هانج رئيس النادي الإيطالي. ونادي انتراخت فرانكفورت الألماني أعلن تعاقده رسمياً مع ماريو جوتزا نجم بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند السابق بعقد ممتد لغاية شهر يونيو 2025، ونشر فرانكفورت بيان على الموقع الرسمي ذكرت فيه تعاقد النادي مع ماريو جوتزا قادماً من أيندهوفن الهولندي. والمنتخب السعودي أعلن بقيادة مدربه رينار عن المواجهات التحضيرية اللي هياخدها خلال الفترة اللي جاية استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2022. المنتخب السعودي هيلتقي مع الإكوادور في شهر سبتمبر اللي جاي، وبعد كده هيخوض مواجهة قوية قدام منتخب أمريكا يوم 27 من نفس الشهر. ساديو ماني النجم السنغالي جناح فريق ليفربول خضع للكشف الطبي امبارح في بايرن ميونخ تمهيدا للتوقيع على عقد انتقاله بشكل رسمي للفريق البافاري، واكدت بعض التقارير ان ماني هيستكمل فحوصاته الطبيه وزياره مرافق النادي في الوقت اللي ليفربول وبايرن ميونخ اتفقوا الاسبوع اللي فات على رسوم هتشهد انضمام ماني لابطال البوندسليغا مقابل 27 مليون و400 الف يورو.
قصة أخبارنا الرياضية. خلينا نرجع على طول لشاذلي والباسنت نكمل معهم باقي فقراتنا في صباح الخير. تفضل. شكرا ليك منى. شكرا. الحقيقة في تطوير كبير قوي بيحصل في قرى الصعيد، خاصة القرى اللي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. التطوير ده بيكون في كل المجالات التنموية والاجتماعية. خلينا نقول على سبيل المثال محافظة إنا مثلا اللي فيها تم تخطيط حوالي 80% من القرى بشبكات الصرف الصحي، وإن شاء الله على آخر السنة هيكون فيها تم الانتهاء من المشروعات دي بنسبة 100% من القرى. خلونا نعرف إيه هو حجم الإنجاز اللي بيتم دلوقتي في قطاع المياه والصرف الصحي في إنا بالذات مع مراسلنا أحمد الأفيوني. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير بسنت وصباح الخير محمد، تحياتي لكم بالفعل من محافظة قنا، واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال والفقر وافتقاد لمظاهر الحياة الكريمة، لكن ربما الوضع هنا قد تغير تماما الآن ومع حلول يعني عام 2022. ونحن هنا في محافظة قنا. محافظة قنا كانت تغطى بقطاع المياه، مياه الشرب النظيفة بنسبة 58%، الآن تغطى بنسبة 98%. أيضا قطاع الصرف الصحي كان يغطى بنسبة 6% الآن، ومع يعني انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة وصلت نسبة التنفيذ 60%، ومن المقرر أن تصل إلى 100% مع انتهاء المرحلة الثانية من حياة كريمة. للمزيد من التفاصيل دعيني بسنت أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة قنا، للتحدث عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية هذا القطاع وماذا وصل من إنجازات في هذا القطاع هنا في محافظة قنا. مهندس رجب، بداية برحب بحضرتك، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة. صباح الخير وصباح الخير على كل المستمعين وكل المشاهدين، وكل سنة حضرتك طيبين. باشمهندس رجب، يعني ربما هنا في محافظة قنا كنا نتحدث عن نسب يعني تغطية لمياه الشرب والصرف الصحي ضئيلة للغاية، الآن وصلنا لمراحل متقدمة، حدثني عن أهم الإنجازات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة قنا. حضرتك من 7 سنوات مضت كانت نسبة تغطية الصرف الصحي في قنا لا تتعدى 6%، بدخول مشروعات البنك الدولي وصلت السنة اللي فاتت بس ل 12%، مع حلول المرحلة الأولى من حياة كريمة اللي هي ثورة البنية التحتية وصلنا في الوقت الحالي 60% صرف صحي. بالنسبة لقطاع المية كانت نسبة التغطية في الحضر حوالي 60%، في الريف تقريبا كانت 2 أو 3%، الوقت اللي احنا فيه دلوقتي نسبة تغطية المية في الحضر 99%، الريف وصلت 98.5%، وإن شاء الله بحلول المرحلة الثانية هنكون أنهينا 100% مية، وصرف الصحي مع المرحلة الثالثة 23-24 هتبقى تغطية صرف الصحي 100%، ودي اسمها الثورة فعلا في البنية التحتية في المياه والصرف الصحي. باشمهندس رجب، يمكن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هي كوب مياه نظيف للمواطن، كيف انعكس ذلك على المواطن هنا في أقصى جنوب صعيد مصر في محافظة قنا؟ حضرتك بالنسبة لرسالة الشركات أو رسالة شركة مياه هنا هي فعلا كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن. اهتمينا بهذا ومن سنوات وما زلنا مهتمين وبنزيد الاهتمام، ان احنا عندنا من المعامل في كل مركز من مراكز محافظة قنا مركز مركزي، معمل مركزي لتحلية المياه. المعمل المركزي اللي عندنا واخد كل الايزو، واخد كل المعايير العالمية في تنقية المياه. في مشروعات المستدامة عندنا دلوقتي بنزيد من ونرفع كفاءة كل المعامل، وبنضخش كوب مية أو نقطة مية في الشبكة لما نتأكد أن فعلا المية مطابقة للمعايير ونسبة المواد المطلوب أن تكون موجودة في المية مطابقة تماما، لأن دي فعلا المية اللي احنا بنشربها لازم يشربها أهلينا ولازم يشربها أولادنا، لازم أن تكون نظيفة 100%. باشمهندس رجب، ونحن نتحدث عن نسبة يعني تغطية 98% لقطاع مياه الشرب هنا في محافظة قنا ونسبة 60% لقطاع الصرف الصحي، ماذا عن حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال السنوات الماضية لتقديم خدمة جيدة هنا في محافظة قنا؟ حضرتك تعلم أن كانت الخطة بالنسبة لنا لا تتعدى 100 مليون في السنة. النهاردة اللي حضرتك بتتكلم على 7 سنوات الماضية وصلنا من 6 ل 7 مليار، تخيل الرقم. يعني المفروض المشروعات اللي احنا نفذناها في الفترة الماضية ديت كانت تنفذ في 30 أو 40 سنة قادمين، ولكن بالمبادرة الرئيسية
الغير طبيعيه فعلا ان احنا فعلا بننفذ مشروعات تحت ضغط وتحديات غير عاديه، ان احنا ننفذ فعلا في فتره وجيزه مشروعات المفروض البرنامج الزمني بتاعها من 30 ل 40 سنه بننفذها في سنه واثنين، وده يعني مش عايز اقول لك ده مش تحدي، ده اعجاز على ارض مصر كلها وخصوصا الصعيد اللي كان فعلا لا ينعم بهذه الخدمه سواء كانت ماء او صرف صحي. باشمهندس رجب، مع يعني تغطية حياة كريمة هنا في محافظة قنا، ربما محافظة قنا أيضا يعني تتماشى بالتوازي مع مشروع تنمية الصعيد، تنمية محافظات الصعيد، واللي هو مقرر له 500 مليون دولار لمحافظتي قنا وسوهاج في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. ماذا عن هذا البرنامج، برنامج تنمية صعيد مصر هنا في محافظة قنا فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي؟ حضرتك البرنامج ده كان بدأ قبل ما المبادرة تبدأ. احنا كان عندنا أربع قرى من مراكز محافظة أبو تشت وديشنا، بالنسبة لقطاع المية يعني نفذنا حوالي من 22-23% نسبة تغطية، بالنسبة للصرف الصحي نفذنا حوالي 6%، للصرف الصحي تكلفته تبقى عالية. أما بدخول المبادرة فيعني مش عايز أقول لك العمل لا ينقطع ليلا ونهارا، سواء كان من الجهات المنفذه او الجهات المشرفه من الاستشاريين، العمل 24 ساعه. فعلا احنا نسبه التنفيذ للمبادره المرحله الاولى دلوقتي وصلت فينا من 77 ل 80%، وان شاء الله في خلال شهر او شهرين سيتم افتتاح مشروعات بالكامل سواء كانت بنيه تحتيه او مشروعات اخرى اللي هي الصحه او الشباب والرياضه او الزراعه او التضامن او كل، ولكن بالتركيز في قطاع المياه والصرف الصحي شهر او اتنين هنبدا الناس في اهلنا في انها ينعموا فعلا بخدمه مميزه جدا في المناطق اللي كانت تحرم وكانت بتحرم المياه بالعربيات، والصرف الصحي كان صعب جدا ان احنا كنا نوصل لهم صرف صحي، فالنهارده الحمد لله بقى متيسر جدا ان احنا نوصل الخدمه، وان شاء الله في خلال الشهرين دول المرحله الاولى تنتهي وبالتوازي المرحله الثانيه اتخطط لها وبدا فعلا الناس تعمل حاجه اسمها الرفع المساحي، وهنبدا ان شاء الله من الشهر الجاي في المرحله الثانيه. اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا بسنت، كان هذا هو لقاؤنا مع المهندس رجب عرفه رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظه قنا، حول انجازات عديده قد تحققت هنا على ارض الواقع في محافظه قنا فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظه قنا. وعوده اليك بسنت مره اخرى في الاستوديو من محافظه قنا، كل الشكر ليك مراسلنا احمد فيوني والضيفك الكريم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر امبارح بتعتبر هي الزيارة الرابعة خلال الخمس سنوات اللي فاتت، وطبعا الزيارة دي كان ليها أهمية كبيرة جدا على كل المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية وغيرها، وكمان على مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، خاصة أنه تم امبارح توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين بقيمة 7 مليار و700 مليون دولار في مجالات كتيرة جدا. خلونا نتكلم عن تداعيات هذه الزيارة، أهميتها، دلالتها ودلالة توقيتها كمان مع ضيفنا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. أنا صباح الخير يا فندم. انطلاقا من مقولة جلالة الملك عبد العزيز آل سعود المؤسس، الجيشان والحضارتان هم جند للعرب. في علاقات قوية جدا بتجمع مصر والمملكة العربية السعودية على مر الزمان. أهمية وجود علاقات قوية وأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت. بصفة عامة يعني ومن ناحية تاريخية، العلاقات المصرية السعودية هي يعني أحد المحاور الهامة في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي، وكلما ازداد التعاون بين البلدين كلما أثر ذلك إيجابا ليس فقط على الشعبين المصري والسعودي وإنما على الأمة العربية كاملة. والتاريخ طبعا، التجارب التاريخية خلال الستة عقود الماضية أو سبع عقود الماضية مليئة بالدروس بالنسبة لمسارات العلاقات المصرية السعودية. السعودية، لكن إذا حضرتك ركزنا على المرحلة الحالية، والمرحلة الحالية هنا في تقديري بتبدأ من يونيو 2013 الموقف القومي اللي اتخذته المملكة العربية السعودية تأييدا لثورة 30 يونيو كان نقطة تحول ليس فقط على مستوى العالم العربي
وإنما على مستوى العالم بالنسبة للتجاوب مع ثورة 30 يونيو في مصر. وطبعا من عام 2013 حتى الآن، وبالرغم اختلاف القيادة السعودية من انتقال القيادة من فترة المرحوم الملك عبد الله إلى جلالة الملك سلمان، أعتقد أن العلاقات تطورت بشكل ملحوظ وشكل ملموس. وفي هذا الإطار ننظر ونحلل زيارة سمو ولي العهد إلى مصر خلال اليومين الماضيين. طبعا الزيارة جاءت في إطار جولة يقوم بها سموه، زار خلالها مصر ثم الأردن ثم تركيا. زيارته لمصر جاءت تلبية لدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديري من متابعة البيان المشترك الشامل الذي صدر عن الزيارة، أعتقد أنه العلاقات المصرية السعودية بتدخل في صفحة جديدة في العلاقات المصرية السعودية. وواضح حضرتك أنه التركيز في المرحلة المقبلة هيكون حضرتك على التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ليس فقط في المجالات التقليدية المعروفة، وإنما فيما يمكن تسميته صناعات المستقبل. على سبيل المثال الطاقات المتجددة، التحول الرقمي، التجارة الإلكترونية. وكما أشرت حضرتك، يعني تم التوقيع أمس على 14 اتفاقية بين القطاع الخاص في البلدين، وده جديد حضرتك في العلاقات، أن القيادة السياسية في مصر والسعودية عايزين يفتحوا المجال أمام القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص المصري في التعاون فيما بينهم في مجالات الاستثمار. ال 14 اتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس تبلغ قيمتها 7 مليار و700 مليون دولار، كما أنه السعودية أعلنت عن أن هي في المرحلة القادمة حضرتك هتشرف أو هتقود استثمارات في مصر تبلغ 30 مليار دولار. من جانب آخر، الزيارة تزامنت مع إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة سياسة الملكية الدولة ومشاركة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري لمشاركة الدولة في العديد من القطاعات. هنسأل حضرتك بالتفصيل عن النقطة دي لأنها مهمة جدا. بكل اللي بيحصل في العالم دلوقتي من الأزمات الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله، قد إيه مهم هذه الشراكة؟ تحليل حضرتك للعلاقة ما بين الدولتين في الوقت الحالي وأهمية الشراكات دي على المستوى الاقتصادي، وأكيد أهمية الزيارة. يعني بدون شك حضرتك، يعني من متابعة فعاليات الزيارة وقراءة البيان المشترك المطول الذي صدر عنها، واضح أن التركيز حضرتك في المرحلة المقبلة هيبقى حضرتك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في المجالات الصناعات التقليدية وفي الصناعات المستقبل. بمعنى آخر، أنه الزيارة بتؤسس لشراكة بعيدة المدى بين البلدين. في نقطة برضو أحب أشير إليها، التعاون بين البلدين في COP27، المؤتمر القمة التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. وتم الاتفاق، ودي نقطة تحسب للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتم الاتفاق أنه على هامش مؤتمر COP27 سيتم تنظيم مؤتمر آخر حول مبادرة سعودية للتحول الاقتصاد الأخضر. بالنسبة للتوقيت، يعني ده تحليلي الشخصي. أنا أعتقد أنه كما تعلمون حضراتكم أنه مدينة جدة هتستضيف في الشهر المقبل، وتحديدا يوم 16 يوليو، قمة غير مسبوقة هتجمع بين 9 ملوك ورؤساء وأمراء عرب والرئيس الأمريكي جو بايدن. التسع دول هم 6 الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.
هذه القمة قمة غير مسبوقة، إن هي تضم دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول الأعضاء في آلية التعاون الثلاثي، مصر والأردن والعراق، هم حلفاء وشركاء وأصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية. من المهم في تقديري أن الدول العربية التي ستشارك في هذه القمة الاستثنائية تكون لها رؤية موحدة تجاه مجمل القضايا اللي الجانب الأمريكي يريد طرحها. وأتصور أن البيان المشترك عن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رحبت بهذه القمة، كما أن القمة المصرية الأردنية البحرينية أو الأمس، وقبلها القمة المصرية البحرينية، رحبت بدورها بقمة جدة. وطبعا يعني هي فالتشاور المصري السعودي في هذا التوقيت يعني أعتقد كان ضروريا وكان هاما في ذات الوقت. طيب، واحنا بنتكلم على هذه الاتفاقيات اللي تم توقيعها، 14 اتفاقية بقيمة 7 مليار و700 مليون، واعتقد ان ده رقم كبير جدا زي ما حضرتك ذكرت. أهمية هذه الاتفاقيات في مش على مصر والسعودية فقط، لا، على المنطقة العربية ككل، في ان مش هنقدر نقول ان هي تتعافى او تصمد على الاقل امام التطورات اللي بتحصل في العالم. حضرتك طبعا يعني واضح انه يعني خلينا يعني احنا بنتحدث اليوم طبعا عن التعاون المصري السعودي، لكن خلينا نوسع يعني بالاشاره للنقطه اللي حضرتك اشرت اليها، خلينا نوسع حبه اطار النقاش اللي هو التعاون المصري الخليجي. طبعا في ظل الظروف الراهنه في العالم العربي اللي هي نتيجه لسنوات ما سمي بالربيع العربي، هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي ومصر هي التي تنعم بقدر كبير من الأمن والاستقرار، ودوت بيمكنها أن هي تكون الرافعة، تكون القاطرة للدول العربية في المرحلة المقبلة لخروج الأمة العربية من المأزق أو من الأزمة التي تواجهها منذ عام 2011. البيان المشترك يعني في الشق السياسي فيه والتشاور السياسي بين البلدين أشار أوضح أن المباحثات التي دارت بين السيد الرئيس وبين سمو الأمير محمد بن سلمان تناولت عدة قضايا عربية هامة: القضية الفلسطينية، الوضع في اليمن، الوضع في ليبيا، الوضع في العراق، الوضع في سوريا، الوضع في لبنان، الوضع في ليبيا. إذا حضرتك أما حضرتك تنظر إلى الخريطة واضح أنه مصر ودول مجلس التعاون الخليجي مع الأردن هي دول تنعم بالاستقرار وعليها مسؤولية، وده يرتب عليها مسؤولية أقول أنها مسؤولية تاريخية على محورين. محور الأول هو الحفاظ على هذا الاستقرار وتطويره وتطوير التعاون بينهما بين هذه الدول في شتى المجالات. المحور الآخر حضرتك هو أن هم التعاون فيما بينها من أجل تسوية كافة الأزمات اللي وردت في البيان المشترك. وبالتالي أنا أعتقد أن التعاون المصري الخليجي حضرتك كما كان له أهميته في الماضي هو له أهمية مضاعفة في المستقبل. اللقاء طرح يمكن من خلاله أبرز الملفات على الساحتين يعني الدولية والإقليمية، التفاهم المتبادل المواصلة يعني وتصدي كمان المخاطر زي ما حضرتك كنت لسه بتقول لنا دلوقتي اللي تهدد أكيد أمن واستقرار المنطقة. حضرتك يعني كان واضح من قراءة البيان أن في إرادة مشتركة وفي رغبة مشتركة لترسيخ التعاون المصري السعودي ولتوسيعه ولتعميقه في التعاطي مع هذه الأزمات. طبعا مصر بتؤيد المواقف السعودية بالنسبة للوضع في اليمن وهو بيتفق مع قرارات الشرعية الدولية، كما أنه المملكة العربية السعودية أعربت عن تأييدها للموقف المصري بالنسبة للتعاطي مع الأزمة في ليبيا أو بالنسبة للتعامل مع موضوع سد النهضة. ويعني وده موقف طبعا يحسب ويعني مقدر من الجانب المصري للأشقاء في السعودية.
دايما العرب سيادة السفير دايما العرب بيعتبروا ان قضية مصر هي قضيتهم كلهم، وانه من 73 مش من دلوقتي بس مظبوط، وان الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ده ياتي بتحقيق المطالب المصرية. طبعا يعني هو التلاقي المصري العربي دوت حضرتك اساسي، سواء بالنسبة للامن القومي المصري او بالنسبة للامن القومي العربي والعمل العربي المشترك. البيان أشار إلى نقطة في غاية الأهمية، التعاون في منع أو احتواء التدخلات الإقليمية في الشأن العربي. إذا استعرضنا الأزمات العربية منذ 2011 كلها بدون استثناء، هنجد أنها تعقيداتها ترجع في الأساس إلى التدخلات، ليس فقط التدخلات الإقليمية وإنما التدخلات الدولية. إذا تكلمنا على سوريا معروف الوضع في سوريا، إذا تكلمنا على اليمن معروف الوضع في اليمن، إذا تكلمنا على ليبيا طبعا الوضع في ليبيا حضرتك من 2014 لغاية النهاردة واضح التدخلات الإقليمية عقدت المشهد الليبي إزاي. وبالتالي الترابط والتلاقي المصري العربي في غاية الأهمية. وأنا أعتقد أنه سنوات الربيع العربي أدت إلى حتى من 2011 وحتى ثورة يونيو 2013 أحدثت خلخلة في هذا التلاقي المصري العربي، ليس برغبة الأطراف المعنية وإنما الأحداث ووطأة الأحداث وسرعة والتدخلات الإقليمية والأجنبية في الأحداث. فالآن منذ يونيو 2013 واضح أنه الدول العربية بما فيها مصر بتستعيد بتبذل كل جهد ممكن لاستعادة هذا الزخم في التعاون العربي والتعاون المصري العربي. مجمل القول يعني ده التقدير ورؤيتي أن العالم العربي مستقبله من حيث الأمن، من حيث الاستقرار، من حيث الرخاء الاقتصادي بيتوقف ويعتمد بشكل كبير جدا على التعاون المصري العربي. التوجهات القومية لمصر مطلوبة في العالم العربي، ومصر عندما تتلاقى مع الدول العربية ده بيعود بالفائدة على مصر وعلى الدول العربية. وأعتقد أن السياسة الخارجية المصرية بتسير في هذا الاتجاه منذ عام 2014، وده اتجاه طبعا حضرتك نتمسك به. دائرة مهمة فعلا من دوائر السياسة الخارجية المصرية بدون شك يا فندم. يعني كل الشكر لحضرتك السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بنشكرك على هذه المعلومات. العفو يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا ده معاد موجز لأهم الأخبار مع منى. تفضلي يا منى. شكرا ليك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوداع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي المملكة العربية السعودية بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر والتي استمرت لمدة يومين. وخلال مباحثاته مع ولي عهد السعودية أشاد الرئيس السيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات. من جانبه بعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى الرئيس السيسي إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية له، وأعرب بن سلمان في البرقية عن بالغ امتنانه وتقديره لما لاقاه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي عقب استقباله بقصر الاتحادية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع الملك سلمان وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. هذا وتطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث شدد
دار رئيس السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين أصبح محفلا أفريقيا فعالا وجامعا لبحث مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، وأيضا بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة. وخلال كلمته أمام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أضاف الرئيس السيسي أن الدورة الحالية من المنتدى تنعقد في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة وخاصة على الأمن الغذائي وأمن الطاقة. قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت إلى 2.2 مليار دولار خلال العام الحالي ووصلت إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل هذا الرقم ثلث احتياطيات قبل 3 أعوام. وأضاف سلامة أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. قتل 15 شخصا من بينهم طفل في قصف روسي على منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا. وقال حاكم كاركييف إن القتلى والجرحى سقطوا في 4 حوادث منفصلة، موضحا إن القوات الروسية أطلقت النيران على بلدة شوغيف الواقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب شرق مدينة خاركييف، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين. بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 9.1% في مايو الماضي. وأظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982، وشهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعا بلغ 54% في فواتير الغاز والكهرباء في شهر أبريل بعد رفع أسعار الطاقة. أعد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون يفرض قيودا محدودة على حيازة الأسلحة النارية في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، على الرغم من أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال. وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر أن هذا النص المدعوم من أعضاء الحزبين يمثل تقدما وسينقذ أرواحا. أعلنت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر أدى إلى مسرع أكثر من 280 شخصا على الأقل شرق البلاد. وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتكا، حيث أدى الزلزال أيضا إلى إصابة المئات. وختاما، يستضيف الأهلي فريق غزل المحلة 9 مساء اليوم في الجولة 22 من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى بذات الجولة يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في 7 من مساء اليوم، بينما يلتقي بيراميدز مع إيسترن كومباني. يذكر أن الزمالك يعتلي صدارة البطولة برصيد 45 نقطة ويحل بيراميدز ثانيا، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة ويتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. امبارح مجلس النواب وافق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة السنة المالية الجديدة 2022 و2023 بقيمة 3 تريليون و66 مليار جنيه مصري، بزيادة حوالي تبقى 24.6 عن الموازنة السنة اللي فاتت. عشان كده مخصصات الصحة وصلت لحوالي 310 مليار جنيه بزيادة 34 مليار و400 مليون عن السنة اللي احنا فيها دلوقتي. كمان التعليم قبل الجامعي مخصصاته وصلت ل 317 مليار جنيه. خلونا ناخد قراءة في الموازنة الجديدة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ بسان. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا استاذ النائب، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. احنا حابين نتكلم مع حضرتك عن اهم بنود في الموازنة الجديدة. بنتكلم على زيادة حوالي 24.6% عن الموازنة السنة اللي فاتت في الوقت اللي الدول كلها حول العالم بتحاول ان هي تقلل في الموازنة، عشان طبعا اللي بيحصل في اقتصاديات العالم والأزمة الاقتصادية اللي بيواجهها العالم دلوقتي. حابين بحضرتك تفصص لنا كده الأرقام دي وإيه اللي حصل وتفهمنا. خلينا نتفق في الأول يا أستاذة بسنت ان الموازنة السنة دي في ظروف مختلفة عن اي ظروف تاني. يعني في أرقام وفي ظروف. الظروف اللي بتحكم الموازنة، الموازنة عادة بيتم بداية إعدادها من شهر نوفمبر من كل عام، بيتم مناقشتها على مستوى المحافظات والوزارات والهيئات، ثم يتم مناقشتها مع وزارة التخطيط ووزارة المالية إلى أن تقدم لمجلس النواب حسب الميعاد الدستوري والقانوني في 31 مارس. الحكومة المصرية كانت ماشية بشكل طبيعي في إعداد الموازنة في ظل ظروف عادية، ظروف كورونا فقط، إلى أن العالم كله فوجئ بالحرب الروسية الأوكرانية. ده طبعا كان متغير يعني مهم للغاية وليه أثر كبير على الأرقام وليه أثر على الظروف الاقتصادية والمالية، لأن طبعا إحنا كدولة إحنا جزء من العالم، ما إحناش منفصلين عن العالم، فأي انعكاسات على المستوى العالمي بيكون لها انعكاسات على المستوى القومي والمستوى المحلي داخل مصر، وده بيأثر على الأرقام. ليه؟ احنا مثلا بنستورد يعني البترول حوالي 120 مليون بترول سنويا، كنا بنستورد سعر البترول كان مثلا من 60 ل 65 دولار سعر البرميل. النهاردة ب 120، فعمل معايا مضاعفة من 7 مليار وشوية ل 14 مليار وشوية. القمح نفس القصه، احنا بنتكلم على البترول لوحده ده يعني حاجه العالم كله واقف عندها الى الان. الى الان احنا مش عارفين ظروف الحرب ايه، هتمتد لايه، مداها الجغرافي، مداها الزمني، لكن احنا بنتكلم الى الان يعني فرق معانا في الموازنه حوالي 7 مليار ونص ده في بند في البترول. بند نفس القصه مثلا في القمح. القمح كنا احنا بنستورد 12 مليون طن قمح سنويا، 6 للحكومة وستة للقطاع الخاص. كان بيتم استيراده وكان سعر الطن القمح من 200 ل 250 دولار، النهاردة بنتكلم في 500 دولار، يعني عندي فاتورة مضاعفة، فرقت معايا حوالي 3 مليار أو 3.5 مليار. فاللي أنا عايز أقوله إن الحرب الروسية الأوكرانية ليها تأثيرات على أسعار المواد البترولية، على أسعار المواد الغذائية، على سلاسل الشحن، على سعر العملة، تكلفة الإقراض نفسها هتتغير، الفوائد هتتغير. كل ده يعني خلى الحكومة المصرية اعادت النظر تاني في الموازنة اللي احنا كنا بنعدها. حضرتك بتكلمي لازم طبعا الموازنة ترتفع في ظل الظروف دي، يعني هتقشف ازاي وانا عندي بنود وحاجات اساسية لازم التزم بيها. النفقات زادت، الاجور هتكلم مثلا الاجور كانت في الموازنة السابقة 361 مليار، السنة دي في الموازنة 22-23 400 مليار، عندي زيادة 40 مليار في بند الأجور. الحاجة الثانية الاستثمار. الاستثمار كان 355 مليار، 358 أصبح 377. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كان 321 مليار هيكون 355 مليار. القروض، سداد القروض، كنا بنسدد 579 مليار، السنة دي في الموازنه هنسدد، كنا بنسدد في سداد القروض كان 593
أصبح 965، الفوائد كانت 579 أصبحت 690. كل البنود ده والفرق الكبير ده لازم يعمل رقم ولازم يعمل نمو في أرقام الموازنة. هي الفايدة دي بتبقى على القروض اللي فاتت كمان؟ الفايدة على القروض اللي فاتت احنا عندنا يعني الزيادة قصدي يعني عندنا لا دي الفوائد على القروض اللي فاتت احنا ملتزمين سنويا بسداد أقساط قروض وسداد فوائد قروض. والحمد لله عشان الناس يعني بتتكلم في القروض، احنا القروض بتحكم عدة عوامل. أولا أنا ملتزم بالسداد ولا لا؟ الحمد لله الدولة المصرية لم تتخلف أبدا عن سداد أي قسط من أقساط القروض أو أي فايدة من الفوائد. ده رقم واحد. القروض هل أنا في حاجة للقروض؟ في حاجة للقروض، لأن أي مشروعات محتاجة تمويل، مفيش دولة في العالم مزبوط. ما بتقترضش. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا النهاردة بعمل مشروعات، المشروعات يعني فرص عمل، المشروعات يعني نسب تشغيل، المشروعات يعني تقليل بطالة، المشروعات يعني أنا بقدم خدمات. فما ينفعش كان يعني عائد وإيرادات، ودي نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها برضو، عائد وإيرادات وخدمات. إيراداتنا زادت؟ إيراداتنا طبعا متوقع أنها تزيد السنة دي. يعني مثلا هتكلم في بند الضرائب، الضرائب كانت في الموازنة الحالية كانت 983 مليار، في معدل نمو فيها حوالي 24%، متوقع توصل لتريليون 169. هنا في سؤال، طب هل الحكومة هتفرض ضرائب جديدة أو هترفع أسعار الضرائب على المواطن؟ أنا بقول لأ، لا في فرض ضرائب جديدة ولا في رفع أسعار. لكن القصة في إيه؟ القصة أن في مجموعة من التشريعات ومجموعة من الإجراءات والقرارات الحكومية اللي بتنمي عملية الإيرادات في الضرائب، ما كانت الضرائب زي ما احنا بنشوف تطوير منظومة الضرائب، الفاتورة الإلكترونية، الحصر الصحيح، الضرائب، تحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية، ده ما كانش موجود. فاحنا النهارده بنستحدث يعني. لا بالنسبه للضرائب احنا هتنمو ازاي؟ هتنمو مش من خلال رفع اسعار ولا من خلال فرض ضرائب جديده، لكن من خلال تنظيم العمليه، حوكمه منظومه الضرائب، تطوير منظومه الضرائب. التجاره الالكترونيه ما كانتش خاضعه للضرائب. صحيح. اللي في تهرب في الضرائب بنسبه كبيره، النهارده الفاتوره الالكترونيه وتطوير منظومه الضرائب ده هينمي الضرائب. هنيجي نتكلم في حاجه ثانيه. أنا كان عندي في 30/6/21 270 مليار جنيه ضرائب مستحقة، منها 105 مليار ضرائب غير متنازع عليها و29 مليار ضرائب يصعب تحصيلها. طيب لازم مصلحة الضرائب ولازم الحكومة ولازم الدولة ولازم مجلس النواب ياخد خطوة عشان نحصل المبالغ دي، المبالغ دي مبالغ ضخمة. فطبعا اتجهت الحكومة الفترات اللي فاتت عملت لجان فض المنازعات الضريبيه والتسويات الضريبيه. احنا امبارح كنا في لجنه الخطه والموازنه. طب هل دي حوكمه الضرائب عشان بس الناس عايزه تفهم؟ طبعا ده معنى حوكمه الضرائب. طبعا حوكمه الضرائب ان انا يعني بعمل اجراءات رقابيه في التحصيل، محدش يتهرب، محدش ما يدفعش. فانا الفاتوره الالكترونيه الميكنت الضرائب ده اول اساس الحوكمه، ان انا يبقى عندي قواعد بيانات صحيحه واجراءات صحيحه للتحصيل. لما اجي انا كحكومه اسعى ان انا اسهل للممول ان هو يسدد. انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد ان في 270 مليار كانت مستحقه في 30/6/21. طيب الحكومه بتعمل ايه؟ الحكومه بدات تسهل للممول. امبارح انا بقول لحضرتك امبارح كنا في لجنه الخطه والموازنه بنناقش مشروع قانون مقدم من الحكومه. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان اللي يدفع اصل الدين بتاعه قبل 15/7 هنسقط له 50% من كل الفوائد والغرامات اللي عليه و50% التاني نقسطها. وانا شخصيا وبعض الزملاء في اللجنه كان لنا مقترح ولسه هنناقشه في الجلسه العامه للمجلس لما يطرح مشروع القانون، ان لا ممكن نوصل ل 100%. يعني احنا بنطالب لده سدد اصل جداً. الدين يعني انا شخصيا ومجموعه من الزملاء متبنيين ده ان انت ادفع اصل الدين ونتجاوز عن الغرامات والفوائد. ده لسه هنطرحه في الجلسة العامة. ده بيساعد على ايه؟ ده بيساعد على اني بيحصل لي فلوس وحصل لي متأخرات كانت موجودة عند الممولين، وفي نفس الوقت بيسهل على الممولين لان الظروف الاقتصادية اللي حصلانة اللي مأثرة على الصناعة اللي مأثرة على التجارة، واحنا شايفين يعني الدولة بتاخد اجراءات وقرارات عشان تساعد المصنعين، الصناعة، دعم الصناعة. الدولة هتتحمل عن الصناع دعم الكهرباء داخل في حوالي 6 مليار، هتتحمل في دعم للصادرات حوالي 6 مليار. فكل الإجراءات اللي تساعد الممول المصري
سواء كان صانع او تاجر او غيره، الحكومه بتاخد اجراءات عشان تساعده ان هو يعني يمارس عمله ويمارس شغله وفي نفس الوقت يسدد مستحقات الدوله. ده عظيم جدا. طيب نيجي نتكلم عن قطاع، وهو قطاع مهم جدا، قطاع الصحه. قطاع الصحه فيه اهتمام كبير جدا في الموازنه، وفي مخصصات زادت على ما اعتقد من السنه اللي فاتت للسنه دي. سبب الزياده وكيف سيتم توظيف هذه المخصصات؟ بص يا استاذ محمد، احنا الموازنه عموما يعني فيها استحقاقات دستوريه. استحقاقات دستوريه متعلقه بالصحه والتعليم والبحث العلمي. لما نيجي نشوف ده، هل الموازنه السنه دي حققت الاستحقاقات الدستوريه دي ولا لا؟ لا حققتها. 865 مليار جنيه في الموازنه 22-23 للصحه والبحث العلمي والتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي 479 مليار، الصحه 310 مليار، البحث العلمي 79 مليار. الصحه في اهتمام، احنا كلنا شايفين المبادرات اللي بتتم من خلال وزاره الصحه، التطوير اللي بيحدث في المستشفيات على مستوى الجمهوريه، سواء انشاء مستشفيات وحدات صحيه من خلال مبادره حياه كريمه او من خلال المبادرات الاخرى. فكلنا شايفين ده، شايفين الدعم اللي بيحصل. انا عندي الناس مثلا عندي 7 مليار دعم للعلاج على نفقه الدوله. عندي دعم للتامين الصحي، عندي دعم للطلاب، للتامين الصحي الطلاب، تامين صحي طلاب، تامين صحي غير قادرين، تامين صحي للمراه المعيله، دعم لبن الاطفال ب 2 مليار، نفقه الدوله 7 مليار. كل ده بيدخل مثلا في دعم الصحه، ده بيدخل في رقم مثلا ممكن يوصل ل 20 مليار ده وحده، غير الانشاءات. لما نتكلم عن المستلزمات والادوات والكلام ده كله، ففي اهتمام كبير من الدوله بالصحه، وعشان كده احنا بنشوف التطور اللي بيحصل في الارقام. الدوله بتستهدف ان هي تحقق خدمه افضل، تستهدف ان هي ترتقي افضل بالخدمات الصحيه اللي بتقدمها للمواطن. لكن في خدمات، في تطوير، وده بتعكسه الارقام اللي موجوده معانا. ويعني احنا كنا حريصين في مجلس النواب، في لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب، على تحقيق الموازنه للنسب الدستوريه. زي ما قلت لحضرتك، الصحه وصلت حوالي 310 مليار في الموازنه الجديده. وفي حاجه تاني كمان، احنا عندنا رقم مهم الناس مش واخده بالها منه. احنا عندنا 130 مليار، كانت في توجيهات من السيد الرئيس ان يكون في احتياطي. كنت لسه هسأل حضرتك السؤال ده، مهم جدا فعلا، انه لو في بند مثلا للحالات الطارئه اللي بتحصل زي ما جات لنا كورونا من ولا حاجه، او الازمه الروسيه الاوكرانيه، فهل في فعلا حاجه كده؟ طبعا. السنه اللي فاتت، الموازنه اللي فاتت الحاليه اللي هي هتنتهي في 30/6 ده، كان الاحتياطي 106 مليار. الموازنه الجايه 130 مليار. يعني السيد الرئيس وجه بزياده الاحتياطي. ليه؟ انا عندي مثلا هيضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة. تكافل وكرامة كانت عندي 19 مليار، صدرت توجيهات رئيسية بضم أسر جديدة حوالي 450 ألف، هيوصل حوالي 4 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة. دي هتزود معايا، عايزة 3 مليار هناخدهم من الاحتياطي. عندي مثلا دعم، وممكن اي حاجه تطرأ زي مثلا ازمه كورونا زي بتحتاج. يعني الرقم ده احتياطي للازمات الطارئه؟ ال 130 مليار ده تحت بند ايه؟ ال 130 مليار ده احتياطي لاي حاجه بتحتاجها الصحه، بتحتاجها التضامن، بتحتاجها اي مشروعات او اي حدث. هو ده بند لوحده او اي حدث مهم. في 130 مليار ده ده بعيد عن الموزع على البنود والابواب في المصروفات، ده بيتاخد منه لدعم اي قطاع. زاد عن الموازنه بتاعت السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت كان 106 مليار، السنه دي 130 مليار، في زياده 24 مليار في الاحتياطي. وعلى الرغم من ده، نقدر برضو نقول ان الموازنه السابقه قدرت ان هي تصمد في ظل التداعيات والتطورات اللي حصلت في العالم. بص يا استاذ محمد، يعني انا شخصيا بأقدر تماما المجهود اللي يعني قامت بيه الدوله المصريه. احنا طلعنا السنوات السابقه كلها ازمات، طلعنا من حكم الاخوان، الوضع المالي والاقتصادي متردي، الخدمات متراجعه، الايرادات متراجعه، الاقتصاد غير مستقر، الوضع المالي غير مستقر، ما فيش استقرار نهائي. الحمد لله نتيجه برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي وجه به السيد الرئيس ونفذته الحكومه المصريه، واستحمله الشعب المصري، كان دوره مهم جدا في ان هو تحمل معانا كدوله
وكحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعبرنا وحققنا مراكز متقدمة يعني بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية. يا دوب احنا بدأنا جت أزمة كورونا وتأثيرها على العالم كله، واحنا زي ما قلت في البداية ان احنا في مصر جزء من العالم، بنتأثر بشكل مباشر طبعاً. او بشكل غير مباشر. استطاعت الدولة المصرية، كان الكلام لا مصر مش هتستحمل ده، في المصانع هتقفل، ده مش عارف ايه، المشروعات هتقف، لا احنا كلنا شفنا ان الدنيا ماشية كويسة يعني بشكل كويس جدا، واستطعنا ان نعبر من الأزمة دي. براهن على مجهود الحكومة المصرية طبعا، حكمة وحسن إدارة وقدرة السيد الرئيس وتوجيهاته للحكومة على اتخاذ بعض القرارات زي ما بنتكلم في الاحتياطي مثلا ومجموعة من القرارات والتوجيهات، مع مجهود من الحكومة المصرية ان شاء الله يعني زي ما استطعنا ان احنا نعبر الأزمة إن شاء الله فيما بعد الإخوان، ونعبر الأزمة بتاعت كورونا ان شاء الله يعني هنستطيع ان نواجه التداعيات الحاليه وتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه. سياده النائب، اعتمادات السلع والخدمات بلغت قد ايه في الموازنه دي؟ مهمه قوي كمان نعرفها. السلع والخدمات يا استاذه بسنت كانت في الموازنه دي كانت 104 مليار، الموازنه الحاليه هتصبح 136 مليار. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه زي ما اتكلمت كانت 321 اصبحت 355. حيازة الأصول المالية كانت 30 أصبحت 30 برضه مستقرة زي ما هي، ودي عبارة عن المنح والدعم التي تدفعه الدولة للهيئات الاقتصادية والشركات. لكن السلع والخدمات من 104 ارتفعت ل 136. طيب عظيم، نيجي نتكلم بقى عن مخصصات قطاع الاستثمار في الموازنة الجديدة يا فندم. الاستثمار يا أستاذ محمد كان 358 أصبح 377، يعني في زيادة في الاستثمار حوالي 22 حوالي 19 مليار. 19 مليار من 358 ل 377، وده رقم مش قليل. يعني مفترض زي ما انتوا بدأتوا في الحلقة بتقولوا ان الدول بتخفض من ميزانياتها او بتخفض من الاستثمارات، وفي بعض الأصوات اللي بتنادي بوقف المشروعات. زانها يعني هوقف المشروعات، يعني مشروع قومي زي حياة كريمة ده حلم للشعب المصري كله، وبدأ وهو يعني اللي بيحقق فعلا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في مياه نظيفة، الحق في أي معيشة، أي صحيح. حياة معيشية. إزاي نوقفه؟ كانت في توجيهات رئيسية أنه يستمر المشروعات القومية الكبرى. المشروعات القومية زي ما احنا اتكلمنا، أنا النهاردة لما بشتغل لازم اشتغل لان برفع نسب التشغيل وبرفع معدلات النمو الاقتصادي. معدل النمو الاقتصادي مرتبط بتشغيل، تشغيل مرتبط بفرص عمل، مرتبط صحيح. بتقليل فرص بطاله، كل ده مرتبط بالاستثمار، انتاج مرتبط بالاستثمار. فالاستثمار في يعني عكس ما الناس بتطالب، يعني مش انا اقلل من الاستثمار ده، انا مفروض ان انا ارفع من معدلات التشغيل ومن معدلات الاستثمار. عشان كده احنا شايفين الاستثمارات هتزيد من 358 ل 377 في الموازنه الجديده، واحنا شايفين المشروعات يعني شغاله بشكل كويس وبنسب كويسه، ووزاره التخطيط مع الوزارات الاخرى يعني بامانه شديده يعني عامله دور كويس في تحقيق الاستثمارات. يعني عظيم جدا، ومهم ان الناس تفهم احنا لو وقفنا الاستثمارات الناس اللي شغاله في هذه المشروعات مفيش فرص عمل، هتقعد في البيت طبعا، ودي هتنخفض معدل النمو الاقتصادي، مفيش فرص عمل، زود معدل هتزيد مظبوط. يعني فلازم يعني الناس تاخد بالها من ده، حكايه وقف المشروعات لا، وقف المشروعات هيعود بضرر اكبر على الدولة وعلى المواطن بشكل مباشر. صحيح، لسه عندنا أمور كتير كمان يا سيادة النائب عايزين نتكلم عنها، ونوضح كمان دعم برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، لكن هستأذن سيادتك نروح لفاصل. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرتنا. مرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ولسه مستمرين مع سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومكملين كلام عن الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023. وكنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن يمكن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حابين نعرف هي قد ايه في الموازنة السنة دي. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كانت في الموازنة الحالية 321 مليار، ارتفعت في الموازنة القادمة 22-23 ل 355 مليار.
لما نيجي نتكلم عن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لازم نعرف ان في حاجة اسمها دعم سلعي، وده ب 121 مليار، كان 109 اصبح 121 مليار. دعم والمنح للخدمات الاجتماعية 181 مليار، دعم والمنح لمجالات التنمية 5.7 من 10 مليار، ودعم الأنشطة الاقتصادية 12 مليار، ودعم لاحتياطات ودعم الجهات أخرى حوالي 35 مليار، بجملة 355 مليار. نيجي نتكلم عن مثلا دعم السلع التموينية. دعم السلع التموينية عندي في الموازنة الجديدة حوالي 90 مليار. دعم السلع التموينية عندي كميات قمح زي ما احنا اتكلمنا بيتم استيرادها، عندي دعم رغيف العيش، عندي دعم مواد غذائية، ده الجملة بتاعته في الموازنة الجديدة 90 مليار، كان في الموازنة السابقة حوالي 87 مليار. في طبعا زيادة حوالي 3 مليار لان انا عندي فرق على طول في سعر استيراد القمح زي ما تحدثت قبل كده حوالي 3 مليار. فارتفع من 87 مليار الى 90 مليار. نيجي نتكلم عن دعم الصحة زي ما كنا بنسأل، في مخصصات لدعم التأمين الصحي 1.8 من 10 مليار، في دعم التأمين الصحي على الطلاب 348 مليون، في دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة 93 مليون، في دعم التأمين الصحي على الأطفال اللي هم قبل سن المدارس دول 210 مليون، في دعم التأمين الصحي الشامل اللي هو الغير القادرين 864 مليون. خد بالك يا استاذ محمد استاذ بسنت، احنا كل ده بنتكلم في دعم مثلا الصحه. في 7 مليار زي انا تكلمت مثلا دول لنفقه الدوله للعلاج على نفقه الدوله، في 7 مليار، في 2 مليار لدعم البان الاطفال، 2 مليار لدعم البان الاطفال. نيجي نتكلم عن نوع تاني من الدعم، مثلا في دعم للغاز الطبيعي. في الناس بتسأل طب هو لسه الغاز الطبيعي والتكلفة، في دعم في دعم حوالي 3.5 مليار عشان في برنامج اللي عملاه الدولة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فعندي دعم ليه حوالي 3.5 مليار. في إحلال وتجديد السيارات اللي هو المشروع المركبات، في دعم من الدولة حوالي 494 مليون. يعني كل دي نوع من انواع الدعم. زي ما اتكلمنا مثلا في دعم المعاشات بتاعت الدوله بتدعم المعاشات سنويا ب 190 مليار عشان تغطي المعاشات بتاعت المواطنين. كان في مستحقات لصندوق المعاشات قبل كده عند الدوله قبل 2010 والدوله عملت برنامج وتسددها، لكن مش بيكفي القسط فالدوله بتغطي باقي قيمه المعاشات ما بين النسب الاشتراكات اللي بتتحصل من الموظفين وما بين بتدفعه، دي وحدها 190 مليار. تكافل وكرامة 22 مليار. في تأمين صحي على الفلاحين في الموازنة الجديدة ب 100 مليون، في تأمين صحي لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي ب 200 مليون. عند مخصصات يعني الحماية الاجتماعية زي ما اتكلمت 22.2 مليار، منها 22 مليار للتكافل وكرامة، وفي إعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة 23 مليون، عندي معاش الطفل 55 مليون. دول جملتهم على بعض حوالي 22 مليار و2 من عشرة. ده كله في أوجه الدعم. هنيجي مثلا لمساهمة الدولة في المعاشات زي ما قلت 190 مليار، نفقة الدولة 7 مليار. كل ده في النهاية بيديني الرقم بتاع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. هل تعرف يا أستاذ محمد أن في دعم للقروض الميسرة؟ القروض الميسرة الدولة بتدعمها في الموازنة الجديدة ب 222 مليون. الإسكان الاجتماعي كم الدعم بتاعه؟ 5 مليار دعم من الدولة لبرامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة. الصادرات عشان أنشط الصادرات وأشجع على التصدير في دعم حوالي 6 مليار. 355 مليار لما الناس تسمعهم مش عارفه هم ايه، لا ده في دعم سلعي وفي دعم في مجال التنميه الاقتصاديه وفي دعم للخدمات الاجتماعيه وفي دعم في اوجه كتيره. ما زالت الدوله بتدعم المواطن في مجالات كتيره. والرقم والفرق باين من موازنة السنه اللي فاتت للسنه دي 321 مليار السنه اللي فاتت ل 355، في 34 مليار تم توجيهها لبرامج
الحمايه الاجتماعيه، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه في كل القطاعات زي ما حضرتك ذكرت. في كل القطاعات يعني في دعم السلعي وفي دعم المجال الخدمات الاجتماعيه وفي دعم مجالات التنميه الاقتصاديه، يعني في اوجه عديده. يعني بقول لحضرتك حتى الدعم في احلال مشروع مثلا احلال العربيات، حد يعرف ان في 494 مليون لهذا المشروع بس؟ يعني دعم لتنشيط الصادرات 6 مليار، دعم للاسكان الاجتماعي 5 مليار ودي ارقام، تكافل وكرامه ارتفعت من 19 ل 22 مليار. فالارقام دي كلها في الاخر بتديني 355 مليار وفرق عن الموازنه في العام الماضي ب 34 مليار. طب يا فندم احنا لو بنتكلم عن اجمالي بقى المصروفات نقدر نقول عليها قد ايه؟ لا اجمالي الاستخدامات كلها 3 تريليون، لكن اجمالي المصروفات بتزيد عن 2 تريليون. في بند يعني او 3 بنود بيمثلوا معظم المصروفات. لما نيجي نتكلم مثلا عن الاجور، الاجور 400 مليار بزياده 40 مليار عن العام الماضي. طيب هنيجي نسال، طب الاجور بترتفع؟ بترتفع لان في علاوات بتاخدها الموظفين، في تكلفه فرص عمل، ودي مهمه ان الناس تعرف الموازنه الجديده بتشمل تكلفه توفير فرص عمل جديده. عند مسابقه المعلمين، مسابقه المعلمين ده هيتم تعيين 150 الف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 الف معلم كل عام. تنظيم الاداره ووزاره التربيه والتعليم شغالين في المسابقه وهيعلن عنها قريبا جدا، في تعيين 30 الف معلم، في تعيين اطباء، في يعني في مخصصات في الموازنه الجديده لتعيين 30000 معلم. 30000 معلم وفي تعيين 30000 تاني ما بين اطباء وما بين صيادله وما بين مجالات عديده مختلفه. فده طبعا جاي في بند الاجور، بند الاجور وحده 400 مليار يعني من 2 تريليون، فده رقم. يعني اجمالا يا ست النايب في 60000 مواطن الموازنه بتكفل ليهم ان هم هيتعينوا السنه دي؟ دي تعيينات مباشره. دي تعيينات مباشره بمسابقات. يعني احنا شايفين المسابقات شغاله، تنظيم الاداره بيعمل مسابقه عن مهندسين في الري، الاواف بتعلن عن مسابقه، الضرايب اعلنت عن مسابقه وكانت شغاله فيها. في 30000 معلم في صيادله، تكليف صيادله. يعني وزير التعليم العالي والقيام بعمل وزير الصحة كان معنا في اجتماع في لجنة الصحة الأسبوع الماضي وتحدث عن تكليف دفعة جديدة من الصيادلة. في تكليف أطباء وفي مجالات تانية الناس بتحتاج، يعني أو الجهات بتحتاج فيها عجز في الموظفين، فبتعرض وبيتم الموافقة ليها من مجلس الوزراء وبيتم العرض على السيد الرئيس. مسابقات وبيتعينوا بالحد الأدنى للأجور. بالظبط. فيعني الأجور مثلا بند أو رقم مهم في المصروفات زي ما اتكلمنا عن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه، رقم كبير. صحيح. فوائد القروض رقم كبير. الثلاث ارقام دول لوحدهم بيمثلوا يعني الفوائد مع الاجور مع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه، دول بيمثلوا حوالي 50% من نسبه المصروفات في المصرف. عظيم. طيب اتكلمنا واحنا دلوقتي بنتكلم عن دعم او توظيف 30000 مدرس في الموازنه الجديده، عايزين نتكلم على بقى قطاع التعليم بشكل عام، مخصصات قطاع التعليم ما قبل الجميع في الموازنه الجديده، وازاي هيتم توظيف هذه الاموال؟ مخصصات التعليم يا استاذ محمد ما قبل الجامعي والجامعي 479 مليار. 479 مليار، احنا شايفين ان التعليم ما قبل الجامعي، شايفين اتجاه الوزاره لعمليات التطوير وعمليات الفصول الذكيه، يعني في مشروع انشاء فصول ذكيه ده بمليارات مقسم على عدد من السنوات، يعني في الموازنه الواحده حوالي 2 مليار للفصول الذكيه، التابلت، مشروع التطوير احلال وتجديد المدارس اللي بيحصل وانشاء مدارس جديده وصيانه المدارس من مبادره حياه كريمه، ده متوسع جدا في كل القرى المصريه. ففي مصروف عندي على الانشاءات والاحلال وتجديد، وفي مصروف على تطوير المناهج، وفي مصروف على تعيين ما هو داخل من ضمن مثلا تكلفه التعليم اللي هو تكلفه تعيين المعلمين. ده بيسمع معايا في الاجور وبيسمع معايا في موازنه التربيه والتعليم. التعليم الجامعي احنا شايفين الجامعات اللي بتنشا، الجامعات الاهليه كان في قرار بانشاء 16 جامعه اهليه، انشا منهم بالفعل 4، وفي السنه دي مفترض في الموازنه الجديده مفترض ان هيدخل عدد تاني من الجامعات الاهليه. شايفين التوسع اللي بيحصل
في الجامعات نفسها. يعني النهاردة تقريبا كل محافظة في مصر أصبح فيها جامعة عادية، في 16 جامعة أهلية، ده غير الجامعات الخاصة مثلا عشرات الجامعات الخاصة. شايفين اللي بيحصل من تطوير وتوسع في إنشاء الكليات داخل الجامعات نفسها. يعني أنا هدي مثلا عندي في سوهاج مثلا في جامعة سوهاج، في جامعة سوهاج الجديدة كل يوم شايفين في كلية جديدة بتنشأ، كل يوم شايفين في إضافة للجامعة، وده موجود على فعل على فكرة في كل الجامعات المصرية. شايفين الاتجاه نحو الكليات التكنولوجية صحيح المتطورة. النهاردة الدولة مش بتهتم بالتعليم العادي بس، لا ده الدولة اتجهت انها تهتم بالتطوير وان يكون في تعليم تكنولوجي موجود في كل الجامعات المصرية عشان تحسن من جودة يعني الخريج المصري. مش الفكرة ان احنا نخرج عدد كام، لكن الفكرة ان مستوى اللي بيتخرج ده ايه، مستوى العلمي ايه، مستوى المهني هيكون ايه. فده مهم جدا اللي هو التطور النوعي وليس التطور العددي في عدد الخريجين او عدد الجامعات. واعتقد ان النهارده بيتم انفاقه على الاتجاه في انشاء الجامعات الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية افضل كتير من اللي بيتم انفاقه على انشاء الجامعات العادية والكليات العادية. طب سيادة النائب، يعني مصر بتطمح ان يبقى في اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل في القريب العاجل، هل في دعم القطاعات او دعم للمزارعين كمان في الموازنه الجديده؟ طبعا زي ما احنا اتكلمنا ان في دعم للمزارعين، وفي يعني زياده في اسعار السلع اللي بتاخدها الدوله من المزارعين. النهارده يعني عايزين نطمن، يعني حسب ما وردنا من معلومات من الجهات المعنيه، يعني كان مستهدف مثلا توريد 5 مليون طن قمح، وصلنا لحوالي 4 مليون، عدينا 4 مليون ولسه التوريد شغال. عظيم جدا. في توجهات زي ما احنا شايفين كلنا توجهات رئيسيه ومشروعات زراعيه بتتم على اعلى مستوى في كل يعني الرقعه المصريه في كل المحافظات. دي حاجه تطمن طبعا. في مشروعات زراعيه كويسه جدا. الانفاق على المشروعات دي هيؤدي ان يكون عندنا انتاج زراعي كويس، يعني ومستهدفين ان احنا نحقق اكتفاء ذاتي، بس ده هيحصل طبعا على مراحل، لان النهارده مش في يوم وليله. احنا بدانا وده المهم بالظبط، ان احنا بدانا كل سنه بنضيف، كل شهر بنضيف. النهارده يوميا احنا بنشوف مع حضراتكم يعني افتتاح مشروعات جديده، مشروعات زراعيه ضخمه ومؤثره ومهمه. ففي اتجاه من الدوله المصريه في توجهات رئيسيه بحاجتين ودول مهمين جدا، اللي هو الزراعه والصناعه. لاني انا شايف ان دول يعني مفتاحين اساسيين ومهمين جدا في الحل، يعني في تحسين الاوضاع الاقتصاديه ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي مهم جدا ان ندعم الصناع والزراع بكل تاكيد. طيب عايزين نظره سريعه على اللي حصل في الموازنه السنه دي، في ظل ان في دول زي ما كنا بنتكلم عندها تقشف في الموازنه الجديده بتاعتها، او دول بدات تقلص من اوجه الانفاق. احنا عندنا زياده في اوجه الانفاق، عندنا زياده في الايرادات، عندنا وضع مختلف، وعندنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي دعم كل قطاع، مخصصات كل قطاع من هذه القطاعات، بنتكلم في مليارات يا سياده النائب. ده بيشير لايه؟ بص يا استاذ محمد، ده بيشير ان في الحمد لله استقرار مالي واقتصادي. يعني ما زلنا في سياسه ماليه فعاله. ما زالت الدوله المصريه والحكومه المصريه لديها القدره على تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي بقدر كبير في ظل ما يعني نراه من احداث ومن تاثيرات. يعني المشهد الاقتصادي والمالي مرتبك على مستوى العالم. يعني خلينا نتفق على ده، من ازمات ارتفاع معدلات التضخم، ازمات كورونا، الحرب الروسيه الاوكرانيه، ده عاملة مشهد مرتبك في الوضع المالي والاقتصادي على مستوى العالم، وفي دول أقوى وأكبر اقتصاديا من مصر. لكن احنا الحمد لله ما زلنا الدولة المصرية والحكومة المصرية لديها قدرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. ده رقم واحد. رقم اتنين اللي أنا عايز أتكلم فيه برضو بنظرة عامة، إن الموازنة لما تم إعدادها تم يعني اتخاذ تدابير احترازية شديدة عشان خاطر ايه نستطيع ان احنا نحقق ما جاء في الموازنه من ارقام، ونستمر في السيطره على الاوضاع وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وده مرتبط بشكل كبير بالاحتياطي اللي اتكلمنا عليه، ان عندك احتياطي 130 مليار، ده خارج الارقام كلها اللي احنا اتكلمنا فيها.
ده لمواجهة أي تداعيات. ده يخلي الناس تطمن؟ أو طبعا الناس تطمن، ويعني إن شاء الله الأوضاع تستمر مستقرة وتبقى أفضل بإذن الله. يعني كل ما إحنا مدة الحرب الروسية الأوكرانية كل ما المدة بتقل وكل ما الأوضاع بتستقر، ده بيعود بشكل مباشر وشكل غير مباشر على الوضع الاقتصادي والمالي في العالم مصر. فإحنا طبعا احنا جزء من العالم وبنتأثر يعني تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، لكن احنا الحمد لله ما زال الوضع يعني مستقر، وما زالت الحكومة المصرية قادرة وتستطيع أن تحافظ على هذه المعدلات وهذه الأوضاع. وعلى فكرة ده يعني احنا كنت بتتكلم حضرتك من شوية على معدلات النمو، كانت يعني 5.7 مستهدفين 5.5، دي أرقام مش بعيدة، وأرقام لما تقارنها مع معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي بدول أخرى وعلى مستوى العالم، لا نلاقي أن احنا الوضع بتاعنا وضع مستقر ووضع متوسط ووضع كويس، ونطمح أن هو يكون أحسن إن شاء الله. الحقيقة سيادة النائب اللي شاف أو اللي متابع المشهد في العالم كله اللي بيحصل في العالم كله قادر ان هو يشوف ان اكبر دول العالم يعني للاسف ما عرفتش ان هي تتصدى ليمكن ازمات بتيجي ورا بعض زي ازمه كورونا زي الازمه الروسيه الاوكرانيه، لكن شفنا حكمه في الحقيقه من الحكومه المصريه في التخطي لهذه الازمات واستقرار، وزي ما شفنا في الموازنه الجديده في كمان تصدي لمثل هذه الحاجات اللي ممكن تحصل طارئه برفع بند هنسميه بند الدعم او الطوارئ أو يعني اللي بيدعم مثل هذه الحالات. كل الشكر لحضرتك النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أنا عايز أضيف حاجة مهمة جدا ودايما بيؤكد عليها الحكومة المصرية اللي هو وجود السلعة. مهم جدا إن أنا أجد السلعة بالزبط. يعني سواء أدوية سواء أغذية سواء وجود السلعة ده في حد ذاته عامل مهم مش موجود في دول كثيرة تانية. كل الشكر ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا استاذ محمد، شكرا يا استاذ بسام. شكرا لحضرتك يا فندم. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.